صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضاء المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الفل والسعادة والتفاؤل ونور على حضراتكم كلكم. دايما الكلام عن ملف التعليم لا ينقطع، وخصوصا مع القرارات الكتير اللي وزارة التربية والتعليم بتعلن عنها تقريبا بشكل يومي. امبارح الوزارة قررت تنظيم مجموعات تقوية للطلاب داخل المدارس علشان تساعدهم على تحسين مستواهم الدراسي. الفكرة هنا أن القرار بيوفر حصص إضافية لطلابنا اللي محتاجين دعم في المواد الدراسية، ده هيتم طبعا مقابل مبلغ مادي محدد، والموضوع هيكون اختياري بطبيعة الحال، يعني محدش هيكون مجبر على حاجة من أجل تطوير نفسه في هذا الملف. طبعا فكرة يا مصطفى دخول المدارس أصلا بتبقى عبء كبير قوي على الآباء والأمهات. طبعا بيبقوا الأسر عامة عندها خليني أقول عفريت المدارس داخلة، سواء السبلايز اللي بيبقوا محتاجينها الأولاد أو الدروس الخصوصية والحاجات دي كلها. ففكرة مجموعات التقوية مهمة جدا للطلاب، خاصة لما يكون في اهتمام مباشر بقى من الوزارة. النهاردة الوزارة مهتمية بالموضوع ده، مهتمية بالكلاسز دي أو فصول التقوية للطلبة بشكل مباشر، هيخلي أهميتها كمان تزيد عند المدرسة، لأن القرار هدفه يخلي مجموعات التقوية اختيارية لكل طالب، هي مش إجبارية، بس تقدر دلوقتي بكل الطرق أو طرق كتيرة متاحة للطالب إن هو يبقى عنده أكتر من مصدر تقوية، سواء المجاميع اللي موجودة في المدارس أو خليني أقول كل البرامج والقنوات اللي بتقدمها حتى وزارة التعليم للطلبة، إن هم ما يستسهلوش ويلجأوا للدروس الخصوصية على طول. يعني دلوقتي بقى في حاجة زي بنك المعرفة ممكن للطالب أنه يقدر يعتمد عليها كمرجع للكتب والدراسة. أنا عارفة أن أنت عندك بنات في المدرسة يا مصطفى، وفكرة أنه إحنا باك تو سكول أو راجعين تاني للمدرسة دي أكيد أنت كأب يعني خايف منها كمان لأنه سنة جديدة، وأكيد عندك بنت مثلا داخلة الشهادة. أيوة طبعا، بس أنا عايز أقول لك حاجة، قصة اللي أنت قلتيه بنك المعرفة أو حتى قنوات اليوتيوب أو حتى مدرستنا، قناة مدرستنا أو غيره، قناة مدرستنا أو حتى الدروس الأونلاين، كل دي حاجات ما كانتش عندنا. طبعا إحنا كان عندنا حاجتين، كان عندنا إما درس خصوصي بشكل فردي أو بشكل مجموعة أو مجموعة التقوية اللي كانت جوه المدرسة، ولكن وجود أكتر من رافد للتعليم بيساعد الطالب إنه ياخد المعلومة يعني من أكتر من اتجاه، وإنه هو زي ما كده بنقول ايه يكون وجهة نظره، ان هو يقدر يتعامل مع الموضوع بشكل شخصي. يعني بقى في طرق كتير الطالب بتاعنا يوصل بيها المعلومة، واي اجراء لازم يكون الهدف النهائي منه انه طلابنا يستفيدوا باقصى درجة ممكنة من الدعم التعليمي اللي الدولة موفراه بهذا الشكل. دلوقتي بنشوف الوزارة بتطرح مواد تعليمية على موقع الوزارة، على القنوات التعليمية المختلفة بكل روافدها، في أكتر من قناة تعليمية كمان على التلفزيون، وموجودة دروسها على اليوتيوب، ده غير الدروس اللي موجودة أصلا على اليوتيوب بغض النظر عن هذه القنوات. كل ده بيتقدم من خلاله شرح عميق، بيتقدم من خلاله تدريب على الأسئلة، في بنوك أسئلة إلكترونية،
في تفاعل حقيقي، يعني الموضوع مش اتجاه واحد، لا في اكتر من اتجاه، ومن خلالها بيقدر يحدد الطالب نقطة القوة، نقطة الضعف بالنسبة له، علشان يخفف الضغط على يعني أسرته، على أولياء الأمور بشكل عام، وده ملف الدولة يعني بتشتغل فيه بأكتر من طريقة وبأكتر من اتجاه. في الحقيقة مفيش طالب قادر إنه يلم كل المواد مرة واحدة، أو قادر إنه يبقى خليني أقول عنده 100% تركيز لكل المواد، أو حب أو شغف لكل المواد. في طلبة بتحب المواد العلمية وشاطرة فيها وتخصصات كمان في المواد العلمية، وفي طلبة بتحب المواد الأدبية وشاطرة فيها. أنا بتكلم لسه على المرحلة اللي قبل الثانوي العام، لكن لما الولاد يبتدوا كده من الأول خالص أو من أول الدراسة مركزين وعندهم رغبة في تحقيق حاجة، ده بيساعدهم ينجزوا ويوصلوا لهدفهم بشكل كبير قوي، وده أكيد من غير شك هيقلل من الضغوط على الطلاب والأسر، خاصة مع وجود حاجات كتير الطالب قادر ان هو يستعين بيها، زي ما لسه كان مصطفى بيحكي، خطوات حلوة نتمنى ان هي تكون فعالة ومجدية في محاربة الدروس الخصوصية، لانها بتراعي خليني اقول ظروف الطلاب وأولياء الأمور. يعني النهاردة كل أب وأم بيبقى داخلين على موسم المدارس بيبقوا خايفين قوي من فقرة الدروس الخصوصية، وبيبقى فيه ساعات استغلال من بعض الناس التانية أو بعض خلينا أقول مراكز أو سنترز، يعني زي ما بيقولوا أنه يبتدوا من الأول يحسسوك أنه أنتوا داخلين على كارثة، أنتوا لازم تبتدوا من بدري. فالنهاردة لما تبقى الوزارة مهتمية بدا في المدارس، هيبقى في رقابة على المدارس، هيبقى في رقابة على المجاميع دي، فبالتالي لازم هتبقى بتتقدم بشكل يليق بالطلبة ويتماشى مع ظروف كل فصل ومع ظروف كل طالب، وتراعي كل طالب يعني طريقة فهمه حتى للمسألة عاملة ازاي. فإن شاء الله إن شاء الله الموضوع ده يبقى مجدي، وإن شاء الله الأعباء اللي بتبقى على أولياء الأمور مع دخلة المدارس تقل مع الوقت، وأكيد ده فكر برضو احنا بنحاول نغيره. النهاردة في بعض أولياء الأمور عندهم الفكر بتاع أنا لازم ابني ياخد درس، أنا ابني مش شاطر مثلا في المادة الفلانية، فأنا لازم أديله درس من قبل حتى ما أدخل السنة الدراسية. جرب المجموعة، جرب تشوف الوزارة بتقدم ايه، هتقلل من على نفسك مصاريف زي ما اتكلمنا ان يعني مصاريفها رمزية شوية غير طبعا الدروس الخصوصية، وهتبقى في نفس الوقت بتضمن ان المدرس بيشرح حاجة هي اللي في المنهج، مفيش بقى السؤال ده انا عارف ان هو جاي في الامتحان، مفيش الحاجات دي مش هتحصل. فان شاء الله ان شاء الله ولادنا يبقوا داخلين كده سنة دراسية جديدة بروح تفاؤلية، بخطوات ايجابية جدا، مركزين عارفين وفاهمين المنهج من أوله ومن بدايته من غير ما يبقى فيه أي لغط في أي حاجة. على كل حال كل سنة حضراتكم طيبين، وإن شاء الله سنة دراسية سعيدة على كل طلابنا في كل مكان، ويا رب ناجحين ومتفوقين طول الوقت. مرة تانية بنصبح عليكم وصباح الخير يا مصر. بنصبح عليكم، وخلينا نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في العاصمة القاهرة وباقي المحافظات. صباح الخير يا هالة. صباح الخير يا هالة. صباح الفل يا مصطفى، صباح الفل يا فسنت، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. يعني لا الطرق النهارده شويه معقوله الحمد لله، في طرق فيها كده سيوله مروريه ودرجه الحراره تقدر تقول مستقره، بقت جميله الايام، بقى لها كام يوم كده، يعني على الاقل القاهره بقى لها كام يوم كده 35، ان شاء الله كده هندخل في اجواء خريفيه كده قريب. يعني على العموم كده نستعرض الاول مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وكالعاده بنبدا من القاهره، تحديدا النهارده هنبدا من منطقه الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد. الكثافات دي بتستمر متقطعة لو مشينا الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده. ظهرت سيولة مرورية في طريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا للقلعة عند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش كمان اللي انتظمت عليه حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان. كل دي طرق فيها سيولة مرورية. الكورنيش من المظلات إلى منطقة وسط البلد في شوية كثافات مرورية متحركة، ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس. لو رحنا جيزة في سيولة مرورية كمان في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، نفس السيولة كمان موجودة في شارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان وعند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، بس ظهرت شوية كثافات متوسطة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، وبيشهد طريق الواحات بعض الكثافات المرورية متقطعة، انتظمت حركة السيارات أمام القادم من الطريق الدائري وصولا لمناطق دريم، وظهرت بعض الكثافات المتحركة للقادم من مناطق الفردوس وصولا لمول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي.
هنروح محافظة الإسماعيلية، هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيربط ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش إطلاقاً على حركة السيارات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرورية لغاية مبنى المحافظة والجامعة. أما الطرق بالنسبة للمتجه للإسماعيلية ففيها سيولة مرورية خاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي للقادم من الزقازيق في بعض الكثافات المرورية ولكنها متحركة. في محافظة سوهاج هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي إن في سيولة مرورية كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في بعض الكثافات المرورية غير مؤثرة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 34، وأقل درجة حرارة في كاترين 30، وأسوان العظمى فيها تكون 42. هنتابع مع حضراتكم طبعا الطقس بكل تفاصيله بس بعد شوية. بنرحب بحضراتكم من جديد، وخلونا نبتدي مع بعض باهم الاخبار اللي حصلت امبارح واللي ابرزها. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح معرض مصر الدولي الاول للطيران والفضاء بمدينه العلمين. امبارح ايضا شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العرض الجوي اللي اقيم على هامش افتتاح معرض مصر للطيران والفضاء اللي بتشهد فعالياته حاليا مطار العلمين. أخبار كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء في مدينة العلمين 2024 في نسخته الأولى اللي بتستمر فعالياته على مدار 3 أيام بمطار العلمين الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وده من يوم الثلاث ليوم الخميس. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضاً امبارح العرض الجوي على هامش معرض مصر للطيران والفضاء بمطار العلمين. وبيعتبر معرض مصر للطيران والفضاء بالعلمين حدث عالمي فريد في مجال الطيران والفضاء في إفريقيا والشرق الأوسط، وبتبدأ العروض الجوية بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعي الطيران وصناعات الفضاء حول العالم ممثلين لأكثر من 100 دولة، ليتم خلال الفعاليات الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله بكين اجتماع مع تشاولو جي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعقبوا عشاء عمل رسمي، وبيأتي ذلك قبيل بدء أعمال منتدى التعاون الصيني الإفريقي اللي بتستضيف الصين خلال الفترة من 4 ل 6 سبتمبر الجاري، وبيشارك فيه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأكد رئيس الوزراء أن مصر تنظر إلى الصين بوصفها مثال يحتذى به في مجال البناء والنهضة العمرانية، وأن بكين تعد شريك استراتيجي لمصر في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة. كما أكد مدبولي دعم الحكومة المصرية للشركات الصينية العاملة في مصر، حيث يحرص على زيارة مشروعاتها بمصر ومتابعة سير العمل بها وتذليل العقبات أمامها في رسالة واضحة لدعم مصر لتلك المشروعات. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى بالفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. وأجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في العديد من المجالات. وعلى جانب آخر كان في أخبار تانية كتير شهدتها كل المحافظات المصرية. في شمال سيناء تم البدء في تفعيل العيادات الخارجية في المستشفى العام في مدينة العريش بالفترة المسائية، أما في الأسكندرية فتم الكشف وتقديم العلاج المجاني ل 1399 مريض في القوافل الطبية. كمان في جامعة أسيوط أعلنت بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد يوم 8 سبتمبر، وفي إنها تم تنفيذ أعمال تطوير الكورنيش الشرقي على النيل بنسبة 61%. تفاصيل وأخبار أكتر في سياق هذا التقرير. We'll be right back.
أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، من بينها إن مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء أعلنت تفعيل تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام خلال الفترة المسائية دعماً للمواطن البسيط ومحدود الدخل، والتخصصات في العيادات الخارجية بتضم الجراحة والأطفال والنساء والجلدية، وبتبدأ الفترة المسائية من الساعة 5 مساءً حتى 8 مساءً طوال أيام الأسبوع. في الإسكندرية نظمت مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية مجانية بمنطقة العمرية استمرت على مدار يومين بوحدة طب أسرة الجزائر اللي بتبعد 24 كيلومتر عن أقرب مستشفى، وضمت القافلة 8 تخصصات هي البطنة، الأطفال، النساء، تنظيم الأسرة، الجراحة، العظام، الرمد والأسنان، وشارك فيها 48 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين ليهم، وتم توقيع الكشف الطبي على 1399 مريض من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجاناً بالكامل ليهم. أعلنت جامعة أسيوط بدء إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024-2025 اعتباراً من الحد الموافق 8 سبتمبر حتى الأربع الموافق 9 أكتوبر وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وده بمجمع صالات الامتحانات بالحرم الجامعي، مع مراعاة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي وتقديم كافة التسهيلات الممكنة. بتشهد محافظة قنا تنفيذ أعمال مشروع تطوير كورنيش قنا الشرقي على النيل على مساحة 79251 متر بطول 1400 متر، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. بيتضمن المشروع متنزهات وحدائق ومطاعم وكافيتريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسي وأكشاك ومبنى إداري، بالإضافة لمراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات بنسبة تنفيذ بلغت 61%. شهدت محافظة مطروح تنظيم عدد من القوافل البيطرية لتوقيع الكشف والعلاج لرؤوس الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة خلال أغسطس الماضي، وتم الكشف البيطري وإجراء الفحوصات البيطرية وتقديم العلاج لعدد 17589 رأس حيوانية وداجنة من خلال تنظيم 7 قوافل بيطرية. أكدت محافظة المنوفية تنظيم القوافل الطبية المجانية بنطاق المحافظة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتم تنفيذ 8 قوافل علاجية مجانية بعدد من مراكز ومدن المحافظة بتضم الباجور، أشمون، السادات، وسنة، شبين الكوم، وده خلال أغسطس الماضي. وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على 8454 مواطن من أهالي المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر وضمان توفير حياة كريمة وأمنة لهم. شهدت سماء الأقصر تحليق 30 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 600 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية بالإضافة للمصريين، وغادرت رحلات البالون تباعاً منطلقة من أرض مطار البالون الطائر بغرب مدينة الأقصر على شكل مجموعات مع اللحظات الأولى لشروق الشمس، وبتلقى رحلات البالون الطائر بالأقصر إقبال متزايد من السائحين القادمين لزيارة المدينة. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ومن بعده نرجع نكمل بقية فقراتنا، فخليكم معنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بكم. اهلا بحضرتك. يمكن اقدر اقول ان في استقرار ملحوظ في درجات الحراره، يعني مثلا انا لاحظت ان من الاسبوع اللي فات لغايه النهارده درجات الحراره مثلا في القاهره 34-35 في المعدل ده، وان بالليل الاجواء بقت الطف شويه. طمنينا اخبار الجو ايه؟ هو طبعا بالفعل يمكن احنا عندنا استقرار في الاحوال الجويه مع تحسن طفيف في قيم درجات الحراره خلال فتره النهار، لكن لسه نسب رطوبة طبعا مرتفعة في الجو، ووجود نسب رطوبة في الجو هو اللي ممكن يخلينا نحس بقيم درجات الحرارة أعلى من 34 أو 35 درجة مئوية. لكن التحسن طبعا في قيم درجات الحرارة موجود، وخاصة كمان الكم هتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، وكمان امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. فالمنخفض الجوي ده يعمل على وجود بعض الطبقات المنخفضة والمتوسطة وخاصة في المحافظات الساحلية، فبالتالي اجواء اليوم هتكون اجواء حاره رطبه فتره النهار في القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه،
واللي متوقع طبعا فيها عاصمة على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، محسوسة تكون 36 درجة مئوية نتيجة وجود نسبة رطوبة في الجو. طبعا المحافظات الجنوبية قيم درجات حرارتها بتكون أعلى، فالأجواء فيها بتكون أجواء شديدة الحرارة رطبة فترة النهار في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. بس جنوب الصعيد يا دكتورة منار ما فيهوش نسب الرطوبة العالية اللي موجودة في المحافظات الداخلية وشمال، صح كده؟ صح جدا، لأن احنا كل ما تقدمنا جنوبا كل ما نسب الرطوبة بتقل. يعني احنا عندنا أكثر الأماكن الساحلية تطل على البحر المتوسط بتكون هي الأعلى في نسب الرطوبة، توصل أحيانا ل 90%، وكل ما تقدمت جنوبا للمحافظات الداخلية نسب الرطوبة بتقل، فبالتالي محافظات الصعيد تحتاج بقيم درجات الحرارة يكاد يكون هي نفس قيمة درجة الحرارة المقاسة. يعني لو العظمى على محافظات الأقصر وأسوان 40 درجة مئوية، هنلاقي المحسوسة هي نفس القيمة أو أعلى بحوالي درجة. فترة الليل كمان بيكون في نشاط الرياح بيقلل إحساسنا بوجود نسب رطوبة في الجو، خاصة في المدن الجديدة أو الأماكن المفتوحة، فبنلاقي فترات الليل ما بين الأجواء المعتدلة للأجواء المائلة للحرارة الرطبة، وده في معظم محافظات الجمهورية. الأحوال الجوية الحمد لله مستقرة في معظم المحافظات، يمكن ده لحد بداية الأسبوع اللي جاي، وهتظل فيها عظمى على القاهرة الكبرى 33 ل 34 درجة مئوية. الشبورة المائية طبعا ظاهرة جوية بتأثر في فترات الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي شبورة مائية خفيفة مش هتأثر تماما على حركة المرور، وحتى تلاشى فور سطوع أشعة الشمس. مهم بس في الفترة دي بقدر الإمكان إن احنا نتابع النشرات الجوية، لأن دي تعتبر فترة انتقالية ما بين فصل الصيف وفصل الخريف، بيحصل فيها تغير في الحالة الجوية من يوم للتاني والتنبؤات الجوية، فمهم بس المتابعة الجيدة للنشرات الجوية. طيب بالنسبه لنسب الرطوبه دي هتفضل مستمره معانا لغايه امتى كده يا دكتوره منار؟ يعني امتى نبدا نحس ان الرطوبه دي قلت شويه وبالتالي انخفضت درجات الحراره شويه او احساسنا على الاقل بيها؟ هو طبعا احنا تدريجيا كل ما تقدمنا اكتر في شهر 9، وخاصه كمان في النص الثاني في شهر 9 اللي هنستقبل فيه طبعا بدايه فصل الخريف اللي هتكون 22 سبتمبر، هنبدا نحس بتحسن كبير في نسب الرطوبه وكمان في قيم درجات الحراره. هي نسب الرطوبه كمان بدات تقل، لكن يعني انخفاض نسب الرطوبه طبيعي جدا تدريجي، كل ما تقدمنا اكتر في 9 وخاصه كمان في النص الثاني هنحس نسب الرطوبه قلت، وخاصه مرور المنخفضات الجويه اللي بتبقى موجوده في طبقات الجو العليا اللي احيانا ممكن تكون معاها فرص هبوط الامطار حتى لو خفيفه، لكن المنخفض الجوي بيقلل احساسنا بالرطوبه في الجو لان بيوزعها طبعا في عمود الهواء كده. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، وتعالوا كده مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. متوقع ان القاهره العظمى فيها تكون 34 والصغرى 26، وان العاصمه الاداريه هتكون 35-25، الاسكندريه 32-24، ايضا العلمين الجديده 32-24، اما مطروح 31-24، ودمياط 32-25، بورسعيد 33-25، والاسماعيليه 36-25. نروح للسويس هنلاقي درجه الحراره العظمى فيها 36 والصغرى 25، والعريش هتكون 32-24، كاترين 30-16، وطابا 31-27، حلايب 35-31، وشلاتين 38-30، شرم الشيخ 38-29، والغردقه 39-28. اما الفيوم فالعظمى فيها 35 والصغرى 25، كذلك بني سويف هتكون الصغرى فيها 25 ولكن العظمى 36، اما الوادي الجديد 41-28، واسيوط 38-27، سوهاج 39-27، وقنا 42-30، الاقصر 41-29، واسوان 42-30. دي درجات الحراره المتوقعه معانا النهارده في القاهره والمحافظات. دلوقتي هنرجع مره ثانيه لفسانت مصطفى عشان نكمل فقره صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هال. شكرا جزيلا يا هال. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده في سياق هذا التقرير. اخبار كتير هتحصل النهارده، من بينها انطلاق قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي اللي هتجمع مجموعة كبيرة من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في العاصمة الصينية، وبيمثل المنتدى اللي أصبح الآن في نسخته 9 آلية التنسيق الرئيسية متعددة الأطراف بين الدول الإفريقية والصين، بالإضافة لمنصة التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق. بيشارك في القمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
النهارده وفقا لما اعلنت عنه بطريركيه الاقباط الارثوذكس في الاسكندريه، هيتم تكريم المتفوقين في المدينه بيد البابا توادروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه على هامش العظه الاسبوعيه لقداسته بالكاتدرائيه المرقسيه بعروس البحر المتوسط. النهارده هتبدا فعاليات المؤتمر الاول لوحده السكر والغدد الصماء بكليه الطب جامعه عين شمس، وده على مدار يومي الاربعاء والخميس 4 و5 سبتمبر 2024. بيشهد المؤتمر حضور أبرز أطباء الغدد الصماء والباحثين والعاملين في مجال الرعاية الصحية من مختلف أنحاء مصر بهدف مناقشة أحدث التطورات في مجالي الغدد الصماء والسكري. كذلك يهدف المؤتمر لتعزيز التعاون والابتكار وتبادل المعرفة بين الخبراء في هذا المجال، وهيشارك به متحدثين بارزين من تخصصات متنوعة بما فيها العناية المركزة وأمراض النساء والأشعة والمناعة. انطلقت فعاليات معرض الفن التشكيلي واللي بيحمل شعار رواد لهم بصمات لأعمال رواد الفنون الراحلين اللي سابوا بصمة في مجال الفن التشكيلي والتطبيقي. المعرض بيتم تنظيمه بإشراف من قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة وجامعة حلوان. خلينا نتعرف على يعني من هم هؤلاء الرواد وإزاي بيتم تكريمهم وإزاي بنحطهم في برواز مع البراويز أو مع الصور اللي يعني رسموها. بصحبتنا على الهاتف الدكتور ميسون قطب عميد كليه الفنون التطبيقيه بجامعه حلوان. صباح الخير يا دكتوره، واهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا بحضراتكم. ممكن في البدايه نتعرف على الاعمال، من هم هؤلاء الرواد وما هي ابرز هذه الاعمال اللي بيضمها معرض رواد لهم بصمات؟ طبعا احنا الحمد لله في كليه فنون تطبيقيه جامعه حلوان بنفتخر ان احنا 185 عام من الإبداع من إنشاء كلية فنون تطبيقية. طبعا 185 سنة يبقى معنا كده في رواد مميزين، طبعا كان ليهم بصمة كبيرة في التخصص وليهم بصمة كبيرة على الخريجين وعلى مجال الفن التطبيقي في مصر عموما والوطن العربي كمان. فالحمد لله يعني كانت الفكرة ان احنا نأرخ ونسجل ونوثق الرواد دول ونأكد وجودهم عندنا في مجال الفنون التطبيقية. طبعا هم كلهم راحلين، فكانت من هنا يعني فكرة المعرض ان يعني كتكريم ليهم وكيعني بنقول لهم شكرا على كل حاجة جميلة عملوها في مجال الفنون التطبيقية. مين هم الرواد بقى؟ عندنا طبعا رواد كتيرة، يمكن منهم أو يعني من أشهرهم طبعا دكتور جمال عبود، دكتور جمال حنفي، دكتور حسن العجاكي، دكتور حسن حشمت، دكتور حلمي الأسمر، دكتور سعيد الوتيري، دكتور سيد أبو الخير، دكتور وجيه عاشور، دكتور طبعا نبيل درويش فنان الخزف العالمي طبعا، دكتور منصور فرج، دكتور سيد غريب، دكتور عزت جمال، دكتور علي متولي، دكتور أدري نخلة طبعا من القمم الكبيرة طبعا، دكتور أحمد بدوي، دكتور محمود شكري. طب وإيه هي الأعمال اللي بيضمها المعرض يا فندم؟ يعني الجميل ان احنا خلينا في الأعمال زي ما حضرتك بتقولي كده نوعنا المجالات. احنا طبعا مجالاتنا متنوعة وكثيرة، بقى عندنا في مجال النحت، في مجال الخزف، في مجال التصميم الحلي والمجوهرات، في مجال تصميم النسيج كمان وتصميم الكليم وتصميم السجاد وتصميم التشكيل بالمعادن والتشكيل النحت. طبعا يعني الحمد لله يعني المعرض كان متنوع شامل، كل الماتيريالز اللي ممكن حضرتك تتخيليها ممثله في المعرض من خلال اعمال الرواد الراحلين عندنا. طيب ابرز المدارس الفنيه اللي ظهرت ايضا خلال هذا المعرض كانت عامله ازاي؟ طبعا في مدارس فنيه كتيره ومدارس كبيره، طبعا زي ما قلت من شويه يمكن دكتور نبيل درويش طبعا فنان الخزف على مستوى مصر والعالم كمان كله، ليه بصمه كبيره في مجال الخزف وتكنيك الخزف طبعا اليدوي اللي شغال اللي كان عامل يعني او يعني كان مميز فيه دكتور نبيل. تنوعت اعماله ما بين حاجات حفر، ما بين حاجات اطباق خزفيه، ما بين قنينات وفازات خزفيه. مدرسه طبعا ده مميزه جدا باعمال وافكار وتكنيك كمان مميز جدا، يمكن دكتور نبيل تميز بيه في نوع الحرقه على الطين طبعا اللي تميز بيه، يعني كانت يعني من المدارس الفنيه المميزه. طبعا عندنا طبعا المدرسه الكبيره طبعا لدكتور محمود شكري فنان الكبير في مجال النحت طبعا، ودكتور طبعا قبلهم بقى طبعا دكتور حسن حشمت طبعا
كان مميزين في ناحية التماثيل، في ناحية المجسمات الفنية، تشكيل اللي بيمثل مصر، الشابة والفتاة المصرية والبنت المصرية. يمكن دكتور محمود شكري برضو مميز في النحت جدا، بس في مجال التجريد شوية، وان هو الاعمال بتاعته فيها بعد رمزي. احنا عندنا عظماء في النحت، يعني بنتكلم على 185 سنة، ده خليني اقول ده تراث، تاريخ واجيال. احنا الكلية انشأت سنة 1839، يمكن كانت من ايام محمد علي اللي انشأها طبعا، اللي انشأ فكرة الكلية وفكرة فنون التطبيقية، علشان تلبي احتياجات الجيش واحتياجات البلد من الدروع، الميداليات، النسيج، الزي، الملابس. فكان دي فكرة إنشاء الكلية. يعني التراث ده إزاي المعرض بيحافظ على التراث ده والتاريخ ده؟ إزاي يعني فكرة المعرض، هل هي الحفاظ على هذا التراث؟ يعني احكي لنا أكتر يا دكتور. هي طبعا فكرة المعرض يعني كانت فكرة مشتركة طبعا مع دكتور مروة خفاجي، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن احنا كنا حابين يعني نكرم الرواد دول بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية طبعا تحت إشراف دكتور وليد قنوش، والمعرض كله طبعا برعاية دكتور سيد أنجيل رئيس جامعة حلوان. فكان يعني كان توجهنا يعني كلنا، طب احنا خلاص هنعمل معرض لأساتذة الفنون التطبيقية، فقلنا طب دي يعني فرصة ان احنا نعرف الأجيال الجديدة، أجيال الوسط وأجيال الشباب بقى الصغيرين، المعيدين، الطلبة، الدكاترة الشباب، اللي هم يعني ما عاصروش طبعا الأجيال دي ولا حضروها، فقلنا تبقى فرصة كويسة إن احنا نعمل حلقة وصل كده ولينك مباشر ما بين أعمالهم كتجارب فنية مميزة، وما بين أعمال وما بين الشباب دول، إن هم يبقى فرصة للاطلاع، إن هم يجوا. دكتور بيسون، هل الجيل الجديد ماشي على نفس نهج العمالقة دول؟ هو طبعا الاساتذه الرواد الجميل بتاعهم ان هم طبعا كانت الامكانيات قليله والخامات مختلفه، والدنيا طبعا كانت بالنسبه لهم ابسط بكتير جدا، ومع ذلك طلعوا تكنيكات وتجارب فنيه مميزه جدا. احنا كل بيستغرب التكنيكات دي والاساليب الفنيه الغير تقليديه دي طلعت ازاي وظهرت ازاي في ظل قله الموارد. احنا بنقول عليها انتيكس، يعني احنا بنشوف الانتيكات وبنشوف الحاجات اللي اتعملت في الفتره الملكيه. لو حضرتك بتقولي ان المعرض اتعمل من ايام محمد علي، فالحاجات بقى اللي من بعد كده يعني يعني بتبقى قمه الروعه. طب احنا يعني في المعرض ما سلطناش الضوء ايضا على يعني الاباء المؤسسين زي ما بيقولوا، اللي هم يعني لو الكلية انشأت من محمد علي وكان فيها اقسام للنسيج وللخزف وللنحت ولكل الوان الفنون التطبيقية، ما سلطتش الضوء على ده ايضا في خلال فعاليات المعرض؟ هو طبعا يعني زي ما قلت، هو المعرض هو توثيق تاريخي لفترات زمنية، وكل فترة زمنية يعني فترة العشرينات، فترة الثلاثينات، فترة الاربعينات، كل فترة كان ليها ستايل في الشغل. ستايل يعني ايه؟ يعني كانت احيانا المدرسه القديمه خالص مثلا كانت تاخد الشكل الشكل الطبيعي وتوصل لنا الاحساس، توصل لنا الاسلوب التعبيري في الشغل. فما بشوف الاعمال الفنيه بحس فيها بروح الفنان قوي، بستايل الفنان، بالطبعه الطبيعيه او الشكل الطبيعي للتصميم، للمحاكاه الطبيعه. يمكن كل فتره زمنيه هنلاقي ليها توجه مختلف، وزي ما قلت يمكن من روادنا القدام، بس في بعض الاساتذه طبعا اتجهوا للاساليب التجريديه، بعض الاساتذه الاساليب التعبيريه اكثر، وهكذا. طبعا ده تبعا لتوجه الفتره الزمنيه، الحقبات المختلفه، وده ظاهر قوي في المعرض من خلال زي ما حضرتك قلت في الاول، كل فنان ليه مدرسته الخاصه. يعني في الحقيقه الفنون التشكيليه والتطبيقيه بشكل عام هي من ارقى الفنون، يعني فعلا بتجسد كده حقبه زمنيه بيعيش فيها الفنانين اللي بيمثلوا الحقبه دي، وعندنا رواد في مصر احنا محظوظين بيهم في الحقيقه. شكرا ليكي دكتوره ميسون قطب، عميد كليه الفنون التطبيقيه بجامعه حلوان. في الحقيقه الحكومه بتنفذ خطه للتوسع في افتتاح معارض اهلا مدارس،
معرض أهل المدارس بتيجي كل سنة بتبيع المستلزمات المدرسية والمكتبية اللي بيتم تنفيذها بكل المحافظات بخصم مميز جدا، بيوصل من أو بيبدأ من 15 لغاية 30%، وبطبيعة الحال الهدف هو التخفيف عن أولياء الأمور في موضوع مصاريف المدارس أو الدخول على العام الدراسي الجديد. المميز في معارض أهل المدارس أنه بيكون متوفر فيها كل مستلزمات المدرسة، يعني من أول القلم والكراسة والكشكول لغاية الأدوات الخاصة بالهندسة وخلافه. وكمان أيضا في رقابة مشددة هناك على قصة الجودة وعلى قصة أيضا الأسعار المقدمة. ده مهم قوي مصطفى بالنسبة للأباء اللي بيروحوا يحرموا المدرسة، أول حاجة يلاقوها كده لستة السبلايز قد كده. آه بالظبط. يعني مهم قوي أن المعارض دي تبقى فعلا موجودة. عايزين نعرف بقى تفاصيل في كل المحافظات. صحيح بالظبط، تفاصيل أكتر عنها معنا عبر الهاتف دلوقتي دكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية. صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك. صباح الفل أستاذة بسنت وصباح الخير للسادة. أهلا بيك يا فندم. يعني عايزين نعرف نسب التخفيضات في الأسعار على المستلزمات المدرسية بتوصل من كام لكام تقريبا، يعني داخل معارض أهل مدارس؟ ده طبعا على حسب نوع السلعة. احنا يمكن السنة دي كان تكتيفات دولة رئيس الوزراء بحاجتين مهمين جدا، ان احنا نرفع الجودة لكل المستلزمات اللي موجودة، نمرة اثنين نزود أكبر نسبة من الخصم. فاحنا خاطبنا جميع الشركات ونزلنا اعلان في الجرايد بنطلب من الشركات ان هي تدينا الاسعار ونسب الخصم. نسب الخصم تتراوح من 15 ل 30% على حسب نوع السلعه وعلى حسب مستورده او محليه ونسبه المكون الاجنبي فيها. اللي يمكن الجديد هذا العام، اولا دي شراكه تامه بين الحكومه والقطاع الخاص. كويس. الحكومه ممثله طبعا دوله رئيس الوزراء، وزير التموين معالي وزيرة التنمية المحلية والسادة المحافظين، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وطبعا معالي وزير الصناعة والنقل نائب رئيس الوزراء، مع الغرف التجارية في 27 محافظة. كل غرفة بتقوم بإنشاء المنفذ بتاعها، بتديره، بتورد، تضمن إن البضاعة متوفرة طول الوقت. السادة المحافظين موفرين الأراضي، وإحنا يمكن تم افتتاح لحد دلوقتي منفذين، منفذ غرفة أسوان ومنفذ غرفة الغربية، وستتوالى خلال الأيام القادمة المنافس كلها منتهية بالمعرض الرئيسي في محافظة القاهرة. أنا بقى عايز أعرف قصة المحافظات تحديدا، لأن ده اللي يهم أهالينا في بر مصر وفي صعيدها وفي كل الأماكن. التوزيع الجغرافي عامل إزاي؟ المواعيد هتفتح إمتى؟ جميع المناسبات، يعني سواء أهل مدارس العودة، أهل رمضان، كل المناسبات اللي بنعملها بنبقى مغطيين المحافظات بالكامل، ال 27 محافظة بالكامل. اللي أهم من ده إن دولة رئيس الوزراء وجه لمعالي وزير التنمية المحلية، بدل من التكاليف الكبيرة اللي بنعملها عشان ننشئ المنفذ ونهده وبعد كده نرجع نبنيه تاني لموسم آخر، هيبقى في منافذ دائمة كويس طول السنة في ال 27 محافظة، وهتوفر سلع غذائيه مخفضه طول السنه. كويس. ولما يجي موسم العوده للمدارس، يعني هتشتغل اهل رمضان وهتشتغل اهل المدارس وهتشتغل كل المعارض الحكوميه حتى في الاعياد، مثلا عيد الفطر، عيد الاضحى، اللحمه، كل الكلام ده. قصد حضرتك احنا يمكن كمان في العوده للمدارس احنا مش بس مركزين على مستلزمات المكتبيه فقط زي ما حضرتك ذكرت، ولكن احنا داخلين في بعض السلع الجديده. اولا دلوقتي بقى المدرسه مرتبطه بالحاسب الالي ومستلزماته، كويس، فبالتالي الحاسبات الاليه متوفره في المنافذ مخفضه، وهيبقى في فروع للبنوك للتقسيط للسداد ليها. جميل. في نفس الوقت هيبقى في تيتشنج ايد اللي هي المعينات للساده المدرسين، الادوات الحديثه اللي بيحتاجوها للتدريس هتكون موجوده هذا العام، الى جانب السلع الغذائيه الاساسيه اللي بيحتاجها الطالب وهو رايح المدرسه، حاجات سندوتش المدرسه دي برضو وزاره التموين من خلال الشركه القابضه للصناعات الغذائيه هتبقى موفراها بتخفيضات عاليه جدا. دكتور علاء، بعض يعني لو انا دلوقتي عايزه اعرف بالظبط فين مكان المعرض في المحافظه اللي انا فيها، هل في ويب سايت بدخل عليه مثلا اقدر في عند حضرتك الويب سايت بتاع كل غرفه لكل محافظه، الويب سايت بتاع المحافظه نفسها، لان حتى اللي بيفتتح المنفذ في كل محافظه السيد المحافظ مع السيد رئيس الغرفه. دي شراكه تامه بين الاثنين وموجود على الويب سايت بتاعتهم. الى جانب التغطيه الاعلاميه هننزل على الويب سايت بتاعت احد الغرف كشف كامل بالعناوين في كل المحافظات،
الى جانب ان ده هيطلع ببيان للاعلام عند اكتمال ال 27 مخفض. طيب البعض ممكن يفتكر انه عشان الاسعار مخفضه ان الجوده هتبقى ضعيفه، فالنهارده بالنسبه لجوده المعروضات بقى ايه الشروط اللي خليني اقول بتطابق او يعني تخلي المعروضات دي بتطابق مقاييس الجوده بشكل مميز؟ هل هي يعني انا النهارده عايزه اطمن في هذا المجال نمره واحد، السلعه الموجوده في المنفذ هي نفس السلعه اللي موجوده في الاسواق، الفرق ان انا باخد السلعه من المصنع او المستورد مباشره الى المنفذ وانا بدفع تكلفه المنفذ بالكامل، بندي المكان مجانا، وبالتالي التكلفه والارباح بتاع تاجر الجمله وتاجر نص الجمله وتكرار النقل ده بلغيه تماما، ده بيزود لي من الخصومات الى جانب الخصم الممنوح من المورد نفسه، فده بيديني خصم كبير. من ناحيه المواصفات هناك رقابه صارمه من الغرف التجاريه، من اتحاد الغرف التجاريه وكافه الجهات الرقابيه التابعه لوزاره التموين والجهات الاخرى في الدوله. يعني احنا بالظبط يا مصطفى احنا شايفين حتى الشنط اللانش بوكس يعني صحيح والكراريس واللام، انا شايف كل المواضيع ما بتختلفش خالص عن اي مكان ممكن تروح فيه او اي رب اسره بيجيب حاجاته لاولاده بشكل يعني محترم في مكان محترم. يبقى هنا دور الدوله مهم جدا ان احنا ناكد ان المعارض الحكوميه هو دعم مباشر من الدوله بتقوم به في كل المواسم، سواء اهلا رمضان سلع غذائيه، سواء قصه اللحوم في عيد الاضحى، سواء حتى اهلا مدارس في اسعار المدارس. شكرا للدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجاريه على هذه المداخله وعلى هذه المعلومات، شكرا ليك يا دكتور. مشاهدينا نسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز لاهم واخر الانباء مع هاله، اتفضلي هاله. شكرا فسان. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في نسخته الأولى بمطار العلمين الدولي، وتفقد الرئيس السيسي أجنحة ومعروضات الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض. ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس السيسي بمشاركة 300 شركة وجهة من مصنعي الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم تمثل أكثر من 100 دولة، إلى جانب ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية في مجال صناعة الطيران والفضاء. هذا وقد شهد الرئيس السيسي عرضا جويا بمطار العلمين الدولي على هامش افتتاحه معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء. حضر العرض القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وعدد من الوزراء ورجال الدولة وممثلي الشركات والدول المشاركة في المعرض. تنطلق اليوم في العاصمة الصينية بكين أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي. يحضر المنتدى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة الدول الأفريقية وممثلي المنظمات الإقليمية الأفريقية والمنظمات الدولية الذين تمت دعوتهم إلى القمة. وأكدت بكين أن منتدى الصين وأفريقيا سيكون أكبر حدث دبلوماسي تستضيفه منذ وباء كورونا، إذ يتوقع أن يحضر أكثر من 10 قادة ووفود. أعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية. وأكدت الخارجية السعودية تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة تلك المزاعم الإسرائيلية، محذرة من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة. وبدورها أعربت الخارجية الكويتية عن تضامنها مع مصر ورفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال في محاولة بائسة لإقحام اسم مصر بهدف تشتيت الانتباه عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل يومي
ضد الشعب الفلسطيني وعرقلة جهود الوساطة. وأكدت الخارجية الكويتية في بيان على وقوف الكويت إلى جانب مصر في مواجهة أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي، لتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق دول المنطقة. أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تعمل على مدار الساعة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل محادثاتها ومشاوراتها مع مصر وقطر بشأن الخطوات التالية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن واشنطن تريد أن تنتهي الحرب وأن يعود المحتجزون إلى عائلاتهم. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته أنحاء متفرقة في قطاع غزة. وجراء غارات الاحتلال استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف على مدينة غزة. كما استشهد فلسطينيان وأصيب حوالي 30 في قصف للاحتلال استهدف كلية نماء شمال مدينة غزة، فيما أصيب عدد آخر جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في حي الشجاعية بالمدينة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة في 15 من عمرهما، وقد تمت الاعتقالات بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما. في سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العزة شمال بيت لحم، حيث شنت حملة دهم وتفتيش على منازل مواطنين فلسطينيين. وقد أسفرت العملية عن اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت لتفريق تجمع الفلسطينيين. هذا واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب. وخلال الأيام الماضية شهدت مدن تل أبيب والقدس المحتلة وعدد من البلدات مظاهرات حاشدة للمطالبة بصفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة. كما طالب المتظاهرون باستقالة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريبات امبارح على ملعب التتش استعدادا للموسم الجديد. عقد مارسيل كولر محاضرة مع لاعبي الفريق تحدث خلالها عن ارتباطات الفريق المقبلة، كمان خاض اللاعبين فقرة بدنية. نادي الزمالك فاز على نادي الشعلة السعودي بنتيجة 3-0 في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب. نادي الريان القطري أعلن ضم الدولي المصري محمود حسن تريزيجي رسمياً على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من صفوف فريق ترابزونسبور التركي. أنا ريان. ومنتخب مصر للبوتشية اتأهل للدور ربع النهائي في منافسات الزوج المختلط بدورة الألعاب البارالمبية والمقامة حاليا في باريس، وهتستمر لغاية يوم 8 سبتمبر الجاري. سيد يوسف سيكا لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي خسر أمام منافسه بطل الصين بنتيجة الأشواط 3-0 في المباراة اللي جمعتهم في الدور ربع النهائي من منافسات تنس الطاولة البارالمبي بدورة الألعاب البارالمبية. شبكة سوف سكور العالمية وضعت محمد صلاح ضمن اللاعبين الأكثر تقييماً في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى
الموسم ده. حصل محمد صلاح على 8.4 من 10 درجات ليحتل المركز السادس بين نجوم القارة العجوز. والهداف النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي الإيطالي انضم لصفوف جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، واللي هينتهي في تركيا يوم 13 سبتمبر الجاري. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك يا هلا. شكرا. امبارح طبعا كان اليوم السادس على منافسات بارالمبياد باريس 2024، وابطالنا العرب حققوا نجاحات كثيره، وطبعا بعثتنا المصريه اللي بتشارك في المنافسات الرياضيه حققت كمان نجاحات كثيره يا مصطفى. خلينا نتعرف على اخر اخبار البعثه المصريه هناك، كل ده هنعرفه من ضيفنا اللي منورنا على الهاتف، الاستاذ سيد علي المحلل الرياضي المتخصص في الالعاب الاولمبيه. بعد التحيه يا استاذ سيد، بالتحديد منتخب البوتشا المصري صعد امبارح لربع النهائي في منافسات الزوج المختلط في البارالمبياد. كلمنا عن هذا التطور واثره ايضا على البعثه المصريه بشكل عام. صباح الخير الاول استاذ مصطفى، صباح الخير استاذه بسنت، صباح الفل على كل المشاهدي، صباح الخير يا مصر. طبعا نقدر نقول ان دي المشاركه الأكبر في تاريخ البعثة المصرية في بارالمبياد باريس 2024، 54 لاعب ولاعبة بيشاركوا. طبعا الناس كلها بتسأل ميداليات والمنافسة وكده، نقدر نقول بس هي أولا الرياضات اللي بنشارك فيها معظمها رياضات جديدة زي التجديف مثلا، البوتشي نفس القصة برضو، مش كل الرياضات احنا متميزين فيها. بالتحديد منتخب البوتشي او منتخب البوتشي المختلط كسب امبارح مباراته امام منتخب البرازيل، فدي من الحاجات اللي هي دفعت المنتخب ليه التاهل لدور ربع النهائي لاول مره في تاريخه. المنتخب برضو النهارده هيلعب مع منتخب تايلاند اول مباراه في دور ربع النهائي، وهتكون اول مباراه في البعثه المصريه النهارده ان شاء الله. المباراة بالتحديد الساعة 11:30 صباحا هتنطلق يعني ان شاء الله في الدور ربع النهائي. بالنسبة لمنتخب البوتشي نقدر نقول ان ده من النتائج القوية للبعثة المصرية. انجازات البارالمبياد البعثة المصرية، اتفضل. بالظبط، فمعظم النتائج العامة لمصر يعني في مثلا نقدر نقول العاب القوة، نقدر نقول التجديف، نقدر نقول برضو الرياضات اللي انت دايما مش بتشق، السباحة نفس القصة اللي احنا دايما ما كناش متواجدين فيها، أبطالنا قدروا ان هم يحققوا يا اما مركز سادس مركز سابع في الفاينلز وفي النهائيات، فده الحاجات اللي احنا نقدر نقول اتطورنا فيها. النهاردة ان شاء الله وبالتحديد الساعة 2:35 دقيقة هيبدأ منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي او ناشئ الرياضة المصرية ان شاء الله يقتصوا شريط مشاركتهم دي مشاركة إناس الجبالي في وزن 41 كيلو جرام بإذن الله تعالى الساعة 2:35 دقيقة، وهو ده المنتخب اللي احنا دايما بنعول عليه في البارالمبيك، وهو ده دايما منتخب احنا متفوقين في الحتة دي قوي. بالظبط، هم متميزين فيها وهم رقم صعب بصراحة في رفع الأثقال البارالمبي، دايما هم الأبطال ودايما هم اللي بيحققوا أكثر الانجازات. طبعا دوره الالعاب البارالمبيه الحاليه بيغيب عن المنتخب المصري اسطوره رفع الاثقال وافضل رباعه في او رباعه القرن في البارالمبياد الكابتن طبعا فاطمه عمر نظرا لاعتزالها اللعبه. بقى ابطال تانيين يعني نقدر نقول ابطال جداد زي ايناس مثلا جبالي اللي هتظهر النهارده، وبرده طه عبد المجيد اللي هيلعب تاني الساعة 7:35 النهارده برده، ان شاء الله دول الاثنين الرباعيين اللي هيلعبوا. بعد كده احنا بنشارك 13 رباع في رفع الاثقال البارالمبي، فهيكون هم باذن الله كلهم مرشحين لتحقيق ميداليات، نقدر نقول ان شاء الله هو يعني دي المنافسه الرسميه للبعثه المصريه باذن الله، وان شاء الله يقدروا ان شاء الله. طيب الخساره لسيد سيكا امبارح بربع نهائي منافسات تنس الطاوله، وكمان وداع اسلام رسلان وسماح عبد العزيز وعلا سليمان بدوره الالعاب البارالمبيه في تنس الطاوله،
ايه اللي حصل في اللعبه دي؟ في تنس الطاوله البارالمبي نقدر نقول برضو ان عشان بس نوضح للساده المشاهدين، بيتم التنس الطاوله هو اكثر من فئه، بيتم تحديد الفئات وفق الاعاقه الطبيه لكل لاعب من فئه 11 الى فئه 1. 11 دي اقل اعاقه، وبتبقى في الاغلب الاعاقات الذهنيه، يعني اللاعب بيبقى قدامك ما فيهوش اي اصابه، فبتبقى معظمها يعني اعاقات ذهنيه، ثم الاقل يعني بعد كده 10 الى ان تاتي الى الفئه 1 اللي هي الفئه الاصعب في الاعاقات، يعني ممكن تبقى الاعاقه بقى مفاقد القدمين مثلا او الدراعين، بيلعب مثلا بقه زي اسطورتنا طبعا اللي بيغيب برضه عن الدوره دي ابراهيم حمدتو، فبتبقى الاعاقات صعبه شويه. ولكن في التصنيف او في اللعبه عموما، تنس الطاوله من الالعاب المميزين فيها دايما الاسيويين، ولكن سيد سيكا او سيد يوسف سيكا لاعب المنتخب المصري لتنس الطاوله البارالمبي ظهر بمستوى قوي في الدور ال 16، ولكن دي اول دوره بارالمبيه بيتم ان اللي يخسر يخرج على طول، خروج المغلوب من الدور، لا دي اول دوره يتم تطبيق فيها هذا النظام. عشان كده احنا معظم ابطالنا اللي خسروا خلاص انت بتخسر تودع. فده اللي حصل، انه كان الاول ما كانش ده الحال، ما كانش دي طبيعه الحال، تلعب اكثر من مباراه، يعني تلعب اكثر من مباراه عشان تضمن تواجدك في المباريات اللي بعد كده عشان تحقق ميداليه او تحقق نتائج كويسه. ولكن احنا طبعا برضو بنيجي قدام، عشان احنا جاي من طريق افريقيا، فبتروح تلاعب دايما المصنفين الاوائل في الفئه بتاعتك، فانت بتلاعب يا اما تصطدم بلاعبين من كوريا الجنوبيه، يا اما من لاعبين من الصين، يا اما لاعبين اللي هم دايما، يعني نقدر نبني على نجاح سيد سيك، عايز تقول كده بعد كده، لان هو يعني عمل اداء مشرف، نقدر بعد كده نستغله ان شاء الله في الدورات اللي وكلهم التالية. وكل كل الابطال المشاركين كلهم بالمناسبه ابطال افريقيا، وسيد يوسف اصلا يعني نقدر نقول هو دي المشاركه الاولمبيه البارالمبيه الخامسه ليه، حقق انجازات كتير يعني الفترات السابقه، يعني وقدر يحقق ثالث عالم، يعني نقدر نقول ان هي انجازات يعني في المجمل للبعثه المصريه. طيب، بنبني جيل جديد مبشره. طيب احنا دايما بنقول ان احنا في الاولمبيات او البارالمبيات ما بنحصدش يعني الميداليات مبكرا، دايما بيجي نصيبنا في الاخر. العاب القوى اعتقد ان احنا احتل فيها عبد الرحمن شبيب مركز سادس في منافسات الوثب الطويل. تعليقك يا استاذ سعيد. عبد الرحمن بالمناسبه من اللعيبه القويه جدا، وعبد الرحمن من اللعيبه اللي قدموا مستويات نقدر نقول مستويات عالميه خلال الفتره الماضيه. مركز سادس مش مركز وحش ليه هو، لا هو مركز قوي جدا، ومركز نقدر نقول من المراكز المتقدمه، وان شاء الله الفتره الجايه ليه، هو ليس لاعب صغير في السن، فنقدر نقول ان هو نبني عليه الجيل الجديد، او ده النهج الجديد في اللجنه البارالمبيه المصريه خلال الفتره الحاليه، لان الجيل القديم اللي دايما كان بيفرحنا سواء في ريو دي جانيرو، في لندن 2012، في قبلها بكين، الجيل ده كله كبر، يعني الناس اللعيبه دي كلها كبرت، فبالطبيعي ان انت خلاص بقى بنعمل احلال وتجديد للجيل بشكل عام. فظهر عندنا زي عبد الرحمن طبعا في العاب القوى، ظهر عندنا زي ايناس في رفع الاثقال، ففي البعثه دي 40% منها كلهم جداد، وده الـ اول مشاركه بارالمبيه ليهم، ده ما كانش موجود مثلا في دوره بارالمبيه 2020 طوكيو، كان لا معظم الجيل كان كله اللي مشارك في الدورات اللي قبل كده. فالاحلال والتجديد اللي بيحصل خلال الفتره الحاليه هو اللي نقدر نقول عليه بنبني عليه عشان نعود تاني للتصدر. طبعا في دورات بارالمبيه احنا حققنا فيها 13 ميداليه زي اثينا مثلا 2004، في دورات بارالمبيه حققنا فيها عدد كبير من الميداليات، فده دايما هو التارجت، ان انت بتوصل ان خلاص طالما الجيل ده جاب كل اللي عنده، لا نعمل بقى جيل جديد. فمثلا عبد الرحمن لا ده لسه لاعب صغير، لسه لاعب شاب، حقق سادس بارالمبيك، ده نبني عليه بقى للمستقبل، للوس انجلوس 2028، وبعدها ان شاء الله في استراليا 2032. طيب وبالنسبه لكره الهدف، يعني احنا منتخبنا خسر في كرة الهدف، فعايزين نعرف أكتر عن الموضوع ده.
منتخب مصر كرة الهدف طبعا من المنتخبات، هو المنتخب لعب خمس مباريات، حقق مركز ثامن، ثمانية من في الترتيب العام. اخر خساره طبعا كانت قدام المنتخب الفرنسي امبارح 6-8 للمنتخب الفرنسي. مشاركه منتخب الهدف جايه بعد غياب 34 سنه، المنتخب ما كانش بيشارك في البارالمبيات. دي اول مشاركه ليه وتاهل خلال الفتره الاخيره. انا بقول برضو المشاركه للمنتخب الهدف مش افضل حاجه، هي برضو مشاركه كانت متواضعه، ولكن ناخد بالاسباب العامه اللي حصل برضو، ان انت دي اول مشاركه من 34 سنه، انت غايب عن الاجواء البارالمبيه بقالك سنين، الجيل الموجود كله في الملعب ده اول يعني اول مره يخوضوا التجربه دي، فطبيعي ان انت برضو يكون في عندهم رهبه، يكون في طبيعي مش متعودين على الاجواء البارالمبيه، مش متعودين على الظهور في هذا المستوى. طبعا المستوى بيبقى صعب، الاجواء نفسها بتبقى فيها رهبه طبعا اكيد، فالموضوع بيبقى مش اسهل حاجه، خاصه كمان هم لعبوا منتخبات قويه زي اليابان والبرازيل، فدايما الموضوع معاهم ما كانش برضو افضل حاجه في المنتخب كره الهدف، ولكن نقدر نقول ان المشاركه مش هنقول احسن حاجه، ولكنها برضو مش تراجع قوي في مستواهم، لا ده اول مره ليهم في البارالمبيك، فطبيعي. وبرضو المنتخب ده برضو من ضمن المنتخبات اللي بيضم في صفوفه اصغر لاعبين في البعثه، او اصغر لاعب في البعثه المصريه كلها 16 سنه، فبرضو صحيح. نقدر نقول ان هو نفس الريتم اللي احنا بنبني عليه خلال هذه الدوره. طيب استاذ سيد نراهن على ايه الايام اللي جايه؟ ممكن يعني ناخد ميداليات في ايه تحديد؟ ان شاء الله في رفع الاثقال باذن الله، ابطال والوناشين والربعين المصريين يفرحونا ويفرحوا الشعب المصري العظيم كله باذن الله خلال الساعات المقبله باذن الله. من النهارده احنا هنبدا رفع الاثقال ان شاء الله، ميداليات باذن الله تيجي ويفرحونا ويكون توفيق حليفهم باذن الله. طبعا احنا بندعمهم، هم كده كده ابطال فوق العاده يعني، وابطال في كل حياتهم، ابطال صحيح. تحدي وابطال اراده. ده حقيقي جدا. بنشكرك استاذ سيد، الاستاذ سيد علي المحلل الرياضي متخصص في الالعاب الاولمبيه، يمكن اديتنا وجهه نظر عن يعني ما يفعله الفريق المصري والبعثه المصريه في باريس من بطولات، واعتقد ان شاء الله هنشهد مزيد من الميداليات. اكيد. شكرا طبعا للاستاذ سيد علي. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع بعد نكمل بقيه فقراتنا، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم من جديد. هل تعلم عزيزي المشاهد ان السبب الرئيسي للوفاة في العالم هو القصور في عضلة القلب؟ كتير بنسأل نفسينا هنعمل ايه او ما بنعملش ليه فحوصات طبية، وايه هو الوقت المناسب اللي مفروض اعمل فيه فحص طبي على قلبي علشان اتفادى اي مضاعفات ممكن تحصل. بنسأل نفسينا هذا السؤال واحنا مش عارفين ان احنا الفاست فود والتدخين والضغط العصبي ومتلازمة القلب المكسور وكل دي عوامل ممكن في لحظة توقف من عضلة القلب اللي بتشتغل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. طب لو الشاب وصل لسن 40 هل محتاج يروح يعمل فحص طبي للقلب؟ هل السن هو المعيار الأساسي لإجراء هذا الفحص، ولا ممكن شاب في 20 يعمل فحص لقلبه يا باسنت؟ تسألني أنا؟ لا خليني أقولك على حاجة، إن إحنا بقينا للأسف مؤخراً كتير قوي بنسمع عن شباب صغير قوي حصل وأطفال، والله بجد يعني لو شباب أكتر ده دخل نام مصحيش والله، وبيبقى قاعد ويقولك رياضي ومش بيدخن، يعني دايماً في أسباب زي ما أنت كنت لسه بتحكي، إنه مثلاً التدخين أو الفاست فود أو الرياضة كتير كمان فيها مشكلة. النهاردة إيه اللي حصل مختلف؟ يعني زمان كان تلاقي الإنسان صحته كويسة قوي لغاية سن 70 فيما فوق، النهاردة بلاقي الشباب في سن صغير وبصحتهم أصحاء كويسين قوي، لكن فجأة بيحصل له يعني بالظبط إنه فجأة قلبه يقف. هل ستريس بقينا نعيش فيه؟ هل إحنا في ضغوطات كتيرة بقت
يعني في حياتنا موجودة أسئلة كتيرة قوي عايزين نعرفها من أهل العلم. يعني لازم النهاردة نتوجه لأهل العلم عشان يجاوبونا على الأسئلة دي ويقولوا لنا هل النهاردة لما أتم الأربعين سنة مهمة بقى بعمل تشيك اب كل فترة، هل السن ملوش علاقة زي ما مصطفى كان لسه بيقول. دكتور محمد السيد استشاري أمراض القلب هو اللي هيجاوبنا على الأسئلة دي. صباح الفل عليك يا دكتور. عندي سؤالين في سؤال، يعني أول حاجة هل النهاردة لازم أعمل تشيك اب أول ما أوصل الأربعين؟ وإيه التشيك اب أصلا للقلب؟ هل هي تحليل دم؟ هل هي ضغط؟ يعني النهاردة بقيت أشوف دكاترة لما أجي أروح أنا عايزة أطمن على نفسي، لا لا أنت كويسة ما فيكيش حاجة. طب ما انا بطمن، انا عارفه ان يعني انا بس بطمن ان انا كويسه. ايه التشيك اب اللي انا محتاجه اعمله؟ تمام، احنا بدايه من يعني زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه ان احنا السبب الرئيسي او السبب الاول لازمات القلب هو قصور الشرايين التاجيه، ومن هنا بنشوف عوامل الخطوره اللي بتاثر على الشرايين التاجيه ونبدا نعمل لها تشيك اب في سن الاربعينات، وخصوصا ان احنا بدانا نلاحظ زياده نسبه عدد الجلطات في شرايين القلب. في اللي كانت بتجينا في الطوارئ كان زمان عارفين ان الجلطات دي بتيجي اكتر في سن الخمسينات، دلوقتي عاد بتيجي بسن بدري. فمن في هنا في العشرينات يا دكتور، في العشرينات دي حقيقه. واحنا هنا بنقول يعني ما طب وده ايه؟ ده مشروبات طاقه ولا فاست فود ولا احنا حزن عوامل كتير مش عامل واحد. فاحنا لو هنعمل تشيك لازم بنقول للمريض لازم ان انت وصلت سن الاربعينات ما ينفعش ما تكونش عارف ضغطك كام. فانت على الاقل بتشيك الضغط بتاع حضرتك وتكون عارف مقاس ضغطك كام، عشان بيجي المريض يقول لي انا عمري ما كنت مريض ضغط. لا، انت عمرك ما قست الضغط بتاعك قبل كده، فما تعرفش انت مريض ضغط ولا لا. بيجي لنا برضه مستوى الدهون في الدم. ارتفاع مستوى الدهون في الدم من احد الاسباب التي تسبب انسداد الشرايين التاجيه. ومن هنا يجي المريض يقول انا عمري ما كان عندي دهون. لا، احنا ما عملناش تشيك وعرفنا الدهون بتاعت حضرتك عاليه ولا لا، وخصوصا بيكون في ارتفاع في مستوى الدهون عالي سببه قد يكون وراثي او غير وراثي، وبالتالي الدهون من احد الاسباب التي تسبب انسداد الشرايين. فلازم احنا بننصح الناس اللي في سن الاربعينات تكون على الاقل عملت مره تحليل دهون وعرف هو في انهي مستوى في الدهون، وهل الدهون بتاعته في المستوى العالي وخصوصا الدهون الضاره اللي هي ال LDL لو دهونك قليله الكثافه، هل انت في المستوى الذي يسبب الخطوره لحضرتك وبالتالي انت محتاج تدخل كعلاج او كذا او كذا. نفس الوضع السكر في الدم. يجي لنا مرضى كتير جدا للطوارئ عندهم جلطه في القلب ونقيس السكر نلاقي السكر عالي، هل حضرتك كنت بتاخد علاج سكر قبل كده؟ يقول لي لا، انا عمري ما كان عندي سكر. لا، نلاقي السكر التراكمي بتاعه عالي الى مستويات هو مريض سكر من بدري بس هو ما عملش تشيك. فبالتالي هو ما عملش تشيك قبل كده ويجي نتفاجئ ان هو عنده المرض ده. طيب مستوى الدهون في الدم ده شيء مهم جدا لازم نعرفه، وعلى الاقل نكون عرفناه مره في سن الفتره دي الثلاثينات والاربعينات. مستوى السكر في الدم المفروض نكون عرفنا ان حضرتك ورجل تشيك اب لمستوى السكر في الدم، هل انت مريض سكر ولا لا. الضغط بتاع البني ادم لازم حضرتك تكون بنقيس الضغط بصفه مستمره او صفه دوريه، قد تكون نقدر نقول شهر ست شهور ايا كان طبقا لحاله المريض اللي عندنا، عشان خاطر لو هو مريض ضغط نبدا ناخد العلاج الضغط المناسب. نفس الوضع التدخين. التدخين من احد الاسباب الرئيسيه التي تسبب انسداد في شرايين القلب. نفس الوضع مشروبات الطاقه والحاجات المكملات الغذائيه اللي بناخدها في الجيم. مشروبات الطاقه كارثه، كارثه بالمعنى الحرفي. مشروبات كانت ماركه واحده مسيطره على السوق، النهارده بقى عندنا اربع خمس ماركات وشباب صغير يا دكتور معاك بيشربها كانها مشروب غازي وهو مش فاهم. دي كارثه حقيقيه. الفرق بين مشروب الطاقه والمشروب الغازي، هما الاثنين مضرين بالمناسبه، بس طبعا مشروب الطاقه يعني معك. احنا في بعض الدراسات الماجستير والدكتوراه اللي اتعملت على هذا الموضوع واثبتت ان في ضرر مباشر على القلب. وحضرتك ان احنا لانها بتزود الهرمونات الادرينالين ونور الادرينالين في الجسم، وبالتالي ده طب الواحد لو خد واحده يحصل في ايه؟ اثنين يحصل في ايه؟ ثلاثه يحصل في ايه؟ بص، طبقا لكل احتمال طاقه احتمال الجسم. يعني في ناس متعوده ان هو مع الحركه او كذا ما بتاثروش قوي، وفي ناس بيتاثروا بسهوله. نفس الوضع التدخين، نفس الوضع التلوث، يعني بعض الحاجات او الاستريس اللي عندنا او التوترات اللي في الحياه اليوميه. الناس اللي بتتعرض للتوتر وستريس في حياتها اليوميه نفس الوضع بيكون عندهم المشاكل ديت وعرضه لحدوث المشاكل بتاعه شرايين القلب. ومن هنا بننصح في حاجات بنسميها موديفايبل ريسك فاكتور ونون موديفايبل ريسك فاكتور. يعني تقدم السن بسبب مشاكل شرايين القلب او العامل الوراثي، دي مش هقدر اغيرها، دي بصمه الانسان، مش هقدر اغيره، مش هقدر اوقف عمره. انما في موديفايبل ريسك فاكتور ان انا اقدر اغيرها عشان احمي هذا المريض، بمعنى ان انا هقول له وقف التدخين. طب لو المريض ده وقف التدخين
لا المريض ده هيرجع نسبه حدوث الشرايين بتاعت مشاكل شرايين القلب بتاعته هتقل. طيب لو لو عام مريض ضغط وظبطنا الضغط بتاعه نرجع للضغط المثالي بتاعنا 120 او اقل يكون اقل من 130. نرجع 120 دلوقتي؟ اه طبعا يعني ما طبعا ما احنا مشكلتنا في الضغط ان احنا بنعتمد على البرشامة الضغط. هو بس خلينا الاول نفهم مع بعض الضغط المناسب ايه؟ 120. بص حضرتك احنا كنا بنعتبر الضغط لغايه 130 و140 ده مقبول. ولكن جمعيه القلب الاوروبيه اصدرت في توصياتها الاسبوع اللي فات ان احنا فوق 120 او الضغط ما بين 120 ل 140 اعاده تعريفه elevated blood pressure. يعني الضغط بتاع حضرتك لازم يكون اقل من 120 ده المثالي. طب لو احنا من 120 ل 140 بنعتبره بدايه كان زمان بنقول بري هايبرتنشن. دلوقتي بنقول elevated blood pressure وممكن نلجا لان احنا نضيف بعض الادويه حتى نخلي الضغط اقل من 120. طيب فوق ال 140 ده مريض ضغط مرحله اولى. طيب احنا الضغط من الحاجات اللي بتهمل ان احنا كله متعود ان احنا لازم ناخد البرشامه. طيب ماشي في لايف ستايل موديفيكيشن احنا ما جربناهوش او لازم نحفز المريض ان احنا حاجات بسيطه جدا زي الرياضه. مشكلتنا فترة اللي احنا مريحين فيها او اللي احنا قاعدين فيها فترة كبيرة سواء في سواقة العربية سواء في كذا سواء في القعدة سواء كذا. فبالتالي احنا السيدنتري لايف او الاسلوب الحياة السيدنتري ديت بيخلي الضغط دايما مش مظبوط. طيب لما مطلوب المريض لازم يمارس رياضة. طب حد طب خد راح وراح خد الدواء وعمل تحاليله وخد برشامة الضغط زي ما حضرتك قلت تز. وقعد عليها سنه واتنين وده ممتاز. بقى يعني حاجه مش بتحصل في مصر بشكل ده كل الناس بتعمل كده مفروض يكشف كل قد ايه ويعمل تحليل كل قد ايه ويرجع للدكتور. ممتاز. انا اول ما بيجي المريض واحنا خلاص شخصنا حضرتك ان انت عندك ارتفاع في ضغط الدم بننصح حضرتك باللايف ستايل موديفيكيشن ان احنا نقلل اكل الملح ونشرب وناخد نلعب رياضه ونقلل نسبه التوتر وناخد العلاج بتاعنا ونقلل دهون وتاكل وناخد العلاج بتاعنا. طيب خدنا العلاج بتاعنا وبعد كده لقينا بنقيس الضغط بتاعنا يوميا عشان نشوف هل البرشامه اللي حضرتك اخدتها ديت مناسبه لحضرتك ولا لا. ما هو رد فعل جسم كل بني ادم بيختلف من واحد للتاني اتجاه ادويه الضغط. ففي واحد اديله البرشامه لسه ما جابتش نتيجه والتاني تهبط ضغطه والتاني تظبط ضغطه. طيب انا اديت حضرتك الجرعه ديت هل الجرعه دي مناسبه لحضرتك؟ يستلزم ان احنا بنقيس الضغط بتاعنا مره واثنين وثلاثه واربعه لغايه اسبوع ونطمن ان احنا وصلنا للضغط المثالي بتاعنا. طيب خدنا على البرشامه وبقينا كويسين وماشيين يبقى بنقيس الضغط مره في الاسبوع عشان نطمن ان الضغط ما بيعلش. لما بيجي لي مريض خد العلاج بتاع حضرتك خد العلاج وماشي بقى كويس وبيقيس ضغطه كل اسبوع الدنيا بقت كويسه. طيب جالي بعد 6 شهور سنه ولقيت ضغطه عالي. ما هي الأسباب التي تسبب ارتفاع ضغط الدم في المريض؟ رغم أنه مستمر على أخذ الدواء اللي حضرتك كتبته له. الأسباب أنا بقعد أعدهم مع المريض كده وبقول له إيه الأسباب اللي تسبب ارتفاع ضغط الدم في حضرتك؟ رقم واحد ميس كالكيوليشن اللي هو بيقيس الضغط قاسه غلط. رقم اتنين فبتأكد لا 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 قاسه ضغط دي غلط يعني إيه؟ عشان في ناس مش فاهمة أنا طالع سلم هل ينفع أقيس ضغطي؟ لا أنا ده صحي من النوم مش هل ينفع اقيس ضغطي؟ بص حضرتك احنا اقيس ضغطي امتى بالظبط؟ ما انا بقول لحضرتك احنا دايما لما بنقول بوصل المريض ان هو بيتابع الضغط اندر بيزر كونديشن يعني مش عامل مجهود وجاي بيقيس الضغط. ما هو المجهود والضغط بيعلى عالي طبعا. مش عامل خناقه او متخانق او مزعق او بيقيس الضغط فاحنا مش صاحي من النوم ممتاز وبيقيس الضغط. ما انا بقول لحضرتك احنا بنقيس الضغط اندر بيزر كونديشن فبالتالي نقيس الضغط. طيب ممكن هو المريض معدي رايح حد اصله الضغط ما كانش سامع كويس او في مستشفى او في الطوارئ فبالتالي بيكون في دوشه حواليه مش سامع الضغط كويس فبيقول له ضغطه رقم كذا وبالتالي ممكن يكون الميس كالكيوليشن هو احد اسباب ارتفاع الضغط والمريض مش مريض ضغط او الضغط مش عالي. النقطه الثانيه ميس دوز يعني المريض نسي ياخد علاجه يوم 2 3 اصله كان مسافر فين ونسي العلاج في البيت فيومين ثلاثه تبص تلاقي الضغط تاني يعني تاني. النقطه الثالثه الملح اكل الحاجات المملحه زي المخللات زي الحاجات السمك المملح فالمريض بيكون ماشي كويس يجي في موسم كل حاجه مملحه يجي لي ضغطه عالي. ما هو انا لما اكل ملح واشرب ميه وراه كتير فبالتالي كانك اديتك محلول ملح هيرفع الضغط في الوريد. بعد كده الستريس انديوسد هايبرتنشن في حاجه عندنا اسمها ستريس انديوسد هايبرتنشن ان المريض لما بيتعرض لنوبات ارتفاع او نوبات عصبيه بيتعرض بيحصل ارتفاع في ضغط الدم فده اسمه ستريس انديوسد هايبرتنشن. طيب بعد كده ان احنا بنقول للمريض لا بنقع المريض بنقول له لا خد علاجك بانتظام
الريجولار تشيك اب بتاع حضرتك، ويفضل ان احنا لو الجهاز الالكتروني يكون موجود عنده في البيت ويقيس في البيت. طيب كان في بوست كده مشهور قوي على فيسبوك كذا واحد يعني، انه بيقول لك دايما ما تضايقش اولادك قبل ما يدخلوا يناموا عشان خاطر ممكن يدخلوا يناموا ما يصحوش. هل ممكن الـ يعني عضله القلب تتاثر في الحزن الشديد لدى الاطفال؟ خليني اقول والكبار، عايزه اتكلم عن الحزن كمان عند خلاص بقى الناس طبيعيه الكبار في السن او يعني اربعينات فيما فوق. الحزن الشديد ممكن ياثر على عضله القلب باختلاف الاعمار. دي حقيقه. ده حقيقة لا نستطيع إنكارها يعني. فإحنا عندنا متلازمة القلب المكسور إن هو حضرتك نتيجة نوبات العصبية أو نوبات الزعل. الكلمة دي جديدة علينا قوي يا دكتور. لا يعني إحنا عندنا ده لا لا خالص، ده إحنا بيجي لنا المريض عنده ضعف شديد في عضلة القلب وعنده تغيرات في رسم القلب تشك إن هو كأنه جلط، وبنخش نلاقي شرايين القلب كويسة وبنشخصه تكتسوبة أو متلازمة القلب المكسور. وتفسيرها العلمي إن إحنا لما بنتعرض لنوبات غضب عنيفة أو نوبات زعل بيطلع كمية أدرينالين ونور أدرينالين من الجسم بتكون عبء على القلب أو بتخلي القلب يشتغل أكتر من طاقته لدرجة إن ممكن تسبب ضعف في عضلة القلب. طيب ضعف عضلة القلب ده في الغالب والحمد لله رب العالمين معظمها بتكون ريفيرزابل وبترجع تاني مع الأدوية تتحسن. إنما حضرتك الأزمات القلبية وبتسبب يعني بتسبب او النوبات الغضب او الزعل بيسبب مشاكل مباشره او تاثير مباشر على القلب، ده حقيقه. وبالتالي بننصح ان احنا ما نتعرضش للنوبات العنيفه ديت، نكون لطفاء مع بعض، ناخد الادويه فتلاقي الدنيا احسن شويه. خليني اسال السؤال بالشكل المختلف. تمام. القلب حب او بالانسان في حاله حب. تمام. او جاب مجموع كويس. تمام. او عمل انجاز في شغله. ده يبقى نكد بقى لو احنا في الفرح. لا لا بالعكس، مش بتكلم ان هو يموت، بتكلم ان هو بيفرح. هل ده يداوي ما افسده الزمن؟ بص حضرتك الاكستريميتيز. حلو السؤال ده. بص حضرتك هو انت ما هو انت قلبك هيدق كويس. تمام. بص حضرتك برضو الاكستريميتيز يعني احنا خلينا خير الامور الوسط. ايوه ما انا بتكلم في الفرحه، مش بتكلم في الفرحه الزائده يعني. ما انا بقول لك خلي الامور الوسط. يعني احنا شفنا مع يعني برضو هو بيكون في وسط الفرح برضو في توتر، يعني تشوف عريس توفى ليله الدخله من ايه شفناها ده التوترات اللي هو هو فرحان هو فرحان بس متوتر من جوه. احنا شايفينه فرحان بس هو متوتر. ده لا ده كتير حالات كتير معك. من العرسان توفوا ليله الفرح. معاك احنا زي ما بنقول لحضرتك الايموشنال ستريس. طب ده بقى يعني دي مش متلازمه قلبه مكسور بالتاكيد ده مش قلبه مكسور. هو الفكره ان احنا الاسترس نفسه بيزود ضربات القلب، وزياده ضربات القلب من احد العوامل او المرض. بيقولوا دايما الناس اللي عندهم تارجت في شغلهم هم اكتر ناس عرضه من ده كله استرس. ده كله انت متعرض لمواقف بتزود الهرمونات الاسترس هرمونز اللي موجوده في الجسم سواء الادرينالين نور ادرينالين الكورتيزون، الحاجات ديت كلها بتاثر تاثير مباشر على القلب. طيب دكتور عشان نطلع بنصايح مفيده للمشاهدين دلوقتي بيتفرجوا علينا، ايه الاعراض اللي لو ظهرت على حد يروح دلوقتي حالا للامرجنسي روم او للطوارئ؟ ممتاز. الوجع الشديد في الصدر اللي احنا بنسميه الكاردياك بين، كنا زمان بنقول تيبيكال واتيبيكال، دلوقتي الكاردياك بين. وجع شديد في الصدر وخصوصا لو هو مع مجهود او ايموشنال ستريس، وبيسمع لما يكون بيسمع في الدراع او في الفك وبيسحب تعرق. ممكن الوجع بتاع الصدر يسمع في الفك من هنا وممكن يسمع اكتر في الدراع الشمال وبيسحب تعرق وهبوط، ده بنقول له توجه للطوارئ. طب احنا في الطوارئ هنعمل له ايه؟ حاجات بسيطه خالص، سواء رسم القلب سواء انزيمات القلب، وبنطلب له الحاجات اللي هي الايكو على القلب، الحاجات المبدئيه. طب لو الامور ده مستقره وعملنا انزيمات القلب مره واثنين بعد 6 ساعات او بعد ساعتين طبقا للارشادات بتاعت كل مستشفى، ولو لقينا الدنيا كويسه خلاص احنا بنبقى مطمنين ان الراجل ده ما عندوش حاجه طارئه. طيب لو هو ما عندوش حاجه طارئه خلاص بيقدر يتوجه ان هو للاوت بيشنت كلينيك مع الدكتور في العياده بتاعته يقدر يطمن على نفسه اكتر. عايزه بس اقول حاجه انه ساعات كتيره قوي بنروح للطوارئ ويعملوا التحاليل والفحوصات وتطلع كويسه، لو انا لسه حاسس بوجع هل اصمم ان انا افضل موجود لغايه ما اطمن؟ لا، هنا حضرتك في عندنا او كل الارشادات العمليه بتتكلم في حالات الجلطه الحاده. حالات الجلطه الحاده دي بتتحجز في المستشفى. طب لو الحالات مش جلطه حاده ممكن نديها علاج وتتشارج البيت، تروح البيت وبعد كده بتتابع مع الدكتور في العياده. طب حالات الجلطه الحاده تتشخص بايه؟ برسم القلب وانزيمات القلب.
ممكن يكون رسم القلب فيه تغيرات تخليني احجز المريض، وانزيمات القلب طبعا لو هي موجبه ممكن ما تكونش موجبه حتى 6 ساعات. طبعا الهاي سنتروبينين او التروبينين عالي الحساسيه ده ممكن يظهر في اول ساعتين من حدوث الجلطه. لو الامور مستقره والانزيمات القلب سلبيه ورسم القلب كويس، انا اقدر اقول للمريض ده ياخد علاجه ويقدر يروح البيت. طب لو مريض عملت له انزيمات والامور سلبيه والامور كويسه بس هو المريض ما زال بيشتكي وبيتوجع، انا لازم اعالج المريض ده، انا مش هروحه وهو ما اتحلتش المشكله. انما لو المريض الوجع بتاعه خف والانزيمات بتاعته قلت ورسم القلب بتاعه كويس، انا هقول للمريض ده روحه وتعالى لي في العياده الخارجيه. ففكره ان احنا عشان ما نعملش ضغط على الطوارئ في المستشفيات، الطوارئ ده بيتعامل او المستشفى بتتعامل او قسم الطوارئ بيتعامل مع الحالات الطارئه. صحيح. الحالات الطارئه هي جلطات القلب ويوجهك بعد كده. لو انا مطمن على المريض بتاعي ان هو ما عندوش الجلطه، اقدر ان انا اقول للمريض تقدر تروح وتتابع في العياده الخارجيه. هو المريض انا مش هرميه، لا، يبقى يجي في العيادات الخارجيه. طيب لو هو عنده جلطه، المريض دي بيتحجز في المستشفى في العنايه المركزه طبعاً. ونبدا نعمل له بقى الفحوصات. طب انا حجزت المريض في المستشفى، طيب لو احنا عندنا الجلطه المكتمله دي بتتشخص من رسم القلب اللي هي الاستيمي اس سي سيجمنت. طب لو احنا عندنا مريض ده جلطه مكتمله، كل العالم بيقول ان المريض ده بيستفاد من دخول القسطره في اول 3-4 في اول 6 ساعات، ممكن 12 ساعه لغايه 48 ساعه. صحيح. يبقى انا لو جالي مريض جلطه مكتمله، ده مش حاب، ده ما فيهوش فصال، ده بيخش مباشره على اوضه القسطره او بندي مذيب الجلطه طبقا للبروتوكول بتاع موجود في كل مكان. صحيح. طيب لو احنا جلطه غير مكتمله ورسم القلب مش موضح جلطه، خلاص احنا بناخد العلاج وممكن نحجز المريض في العنايه المركزه او المريض يقدر يروح لو الوجع بتاعه خف والدنيا صحيح. كويسه ويتابع مع الدكتور. صحيح. كل حال احنا يعني بنتمنى بس ان احنا نتجنب اصلا وصولنا للمرحله دي. طبعا هو كل حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى، لكن الاكل الصحي وعدم ممارسه الرياضه بشكل مفرط برضو يعني، او على فكره بعض الاحيان بتبقى المكملات اللي بياخدوها برضو الرياضيين او هي بتبقى السبب يعني في يعني الازمات القلبيه اللي بتحصل. الاكل المفيد، لعب الرياضه، المشي، الحاجات دي كلها اكيد هتحصل لنا من اللايف ستايل بتاع حياتنا بشكل عام، فبالتالي هياثر ايجابيا على صحه قلبنا. بشكرك دكتور محمد السيد استشاري امراض القلب، كل الشكر ليك يا فندم، بنتمنى الصحه والسلامه اكيد لكل المشاهدين. شكرا جزيلا لحضرتك، خلي بالكم من قلوبكم. ولكن خلينا دلوقتي نروح لموجز لهم واخر الانباء بصحبه زميلتنا هلا الحملاوي. تفضلي هلا. شكرا مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تنطلق اليوم في العاصمة الصينية بكين أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي. يحضر المنتدى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة الدول الأفريقية وممثلي المنظمات الإقليمية الأفريقية والمنظمات الدولية الذين تمت دعوتهم إلى القمة. وأكدت بكين أن منتدى الصين وأفريقيا سيكون أكبر حدث دبلوماسي تستضيفه منذ وباء كورونا، إذ يتوقع أن يحضر أكثر من 10 قادة ووفود. أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية في ولاية يوبي بشرق نيجيريا، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وأعربت مصر حكومة وشعبا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الشقيقة ولذوي ضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين. هذا وأكدت مصر على تضامنها الكامل ودعمها لكافة جهود نيجيريا في مكافحة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار. أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تعمل على مدار الساعة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل محادثاتها ومشاوراتها مع مصر وقطر بشأن الخطوات التالية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن واشنطن تريد أن تنتهي الحرب وأن يعود المحتجزون إلى عائلاتهم.
استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته أنحاء متفرقة في قطاع غزة. وجراء غارات الاحتلال استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف على مدينة غزة. كما استشهد فلسطينيان وأصيب حوالي 30 في قصف الاحتلال استهدف كلية نماء شمال مدينة غزة. فيما أصيب عدد آخر جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في حي الشجاعية بالمدينة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا من بلدة كفر الحارس شمال مدينة سلفيد بالضفة الغربية المحتلة. كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة في 15 من عمرهما. وقد تمت الاعتقالات بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما. وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العزة شمال بيت لحم حيث شنت حملة دهم وتفتيش على منازل مواطنين فلسطينيين. وقد أسفرت العملية عن اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت لتفريق تجمع الفلسطينيين. أفادت وكالة أنباء رويترز أن صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار قد يضطر إلى التخلص من أسهم الشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم يحدد الخطاب الذي أرسله مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم في 30 أغسطس إلى وزارة المالية عدد أو أسماء الشركات التي قد يتم بيع أسهمها، لكنها أشار إلى أنه سيكون عددا صغيرا إذا اتبع مجلس البنك المركزي توصيات مجلس الأخلاقيات. وذكر أنه تم تحديد شركة واحدة بالفعل لسحب الاستثمارات. أفاد مصدر أوكراني رسمي بمقتل شخصين وإصابة أكثر من 10 في ضربات روسية استهدفت مدينة لفيف في غرب أوكرانيا. وصرح المصدر بأن عددا من المباني السكنية تضرر بفعل القصف الروسي. وذكر مسؤولون أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تعمل على صد الهجمات. انتهى موجز 9 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح معرض مصر الدولي الاول للطيران والفضاء بمدينه العلمين في نسخته الاولى، واللي بتستمر فعالياته على مدار 3 أيام بمطار العلمين الدولي تحت رعايه الرئيس السيسي. خلينا نعرف ما اهميه ان مصر تعمل معرض طيران وللعلمين، وايه اهم الشركات اللي موجوده في العلمين بتشارك في هذا المعرض، وايه تأثير ده على الصناعة الحربية المصرية وعلى التواجد المصري. بصحبتنا على التليفون اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا فندم. وفي النهاية امبارح سمعنا على سبيل المثال يعني للحصر توقيع شراكة ما بين شركة فرنسية وما بين الهيئة العربية للتصنيع في مجال صيانة الطائرات، وسمعنا أيضا على هامش المعرض فعاليات كتير. أهمية ده من خلال رؤيتك للمعرض تكون عامله ازاي يا فندم؟ اهلا وسهلا وصباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. في بعض النقط كده تفهمنا بشكل استراتيجي المعرض ده ايه وتقودنا لكل هذه الاجابات التساؤلات والاجابات عليها. اولا دي النسخه الاولى من المعرض اللي اشترك في المعرض اكثر من 300 شركه مصنعه للطائرات والصناعات الفضاء والصناعات المكمله ليها. وده عدد ضخم جدا من الشركات يمثل فوق ال 100 دولة، مفيش معرض في نسخته الأولى بيوصل للعدد ده إطلاقا. العدد ده يتوصل له بعد 7-8 نسخ. فكون إن أوصل لل 300 شركة أو أكثر من 100 دولة دي نقطة مهمة جدا، ودي تقودنا لنقطة ثانية. الفعاليات اللي كانت موجودة فعاليات متعددة، 3 فعاليات رئيسية في المعرض. اولا اجنحه متعدده وللشركات العدد 300 شركه، ودي اول فعاليه. الفعاليه الثانيه عدد كبير من الطائرات اللي على الارض كمعرض خارجي، طائرات قتال وطائرات مدنيه، ودي فعاليه ثانيه. الفعاليه الثالثه مهمه جدا وهي العروض الجويه، ف
سواء من فرق الالعاب او من الطائرات على اختلاف انواعها. مفيش معرض جوي بيوصل للثلاث فعاليات دول مع بعض في النسخه الاولى. سيادة اللواء، في دول كبيرة مشاركة في المعرض، سبب الثقة الكبيرة من الدول دي في صحيح. المعرض في نسخته الأولى إيه هي؟ ما حضرتك هتلاقي 300 شركة دول من 100 دولة، فهتلاقي دولة زي أمريكا مشترك فيها 7-8 شركات كبار. الشركات دي شركات عالمية. أيضا من أوروبا، ما تلاقي شركة زي مرسيدس السوق الفرنسية دي شركة عالمية، وشركات أخرى من كل الدول. فدي نقط مهمة إضافة إلى بعض الندوات المؤتمرات اللي على الهامش. اللي انا عايز اقوله ان ما حدش بيوصل للثلاث فعاليات دول و300 شركه من 100 دوله في النسخه الاولى. كون ان مصر توصل لهذا الموضوع في النسخه الاولى، ده يقودنا بقى لايه الاضافه اللي هنستفيد منها. اولا الشركات دي في جزء كبير منها عامل تعاقدات مع شركات مصريه، ومثال ليها زي الهيئه العربيه للتصنيع على تصنيع أجزاء من طائرات أو طائرات أو منظومات مكملة لمنظومات الطائرات. وبرضو على سبيل المثال الشركة العربية للتصنيع بتعمل عمارات لأكثر من 16 محرك طائرة. يعني ده يعني أنا واخد لايسنس، واخد تصديق وتصريح إن أنا أعمل يعني. الكلام ده بالظبط. الشركة الأم لما بتدي هذا التصريح بتيجي تشوف هي الامكانيات اللي عندك، عندك قدرات بشريه شكلها ايه. ان انا النهارده الرخصه دي يا فندم سياده اللواء، ان انا اقدر النهارده اصنع ده بالظبط. هل ده صحيح؟ يعني انا ما اقدرش مثلا اروح اعمل عمره لمحرك طائره من نفسي حتى لو الطائره عندي. لازم الجا للشركه الام، وبالتالي ده بيديني ميزتين، ان انا اشتغل بنفس المعايير بتاعه الشركه الام. الميزه الثانيه المهمه ان لو في محركات ثانيه للطائره دي في دول اخرى ييجوا يعملوا عندي العمارات وكانوا بيعملوها في الشركه الام اللي في فرنسا او في امريكا. طب بخلاف تعزيز الصناعه الحربيه، ويمكن ده شفناه من خلال التعاقدات اللي عملتها الهيئه العربيه للتصنيع، الشركات الدوليه الخاصه بالنقل التجاري يعني بوينج وايرباص، لما تبقى موجوده هنا احنا نستفيد بيها ازاي؟ انا استفدت حربيا في تعزيز الصناعه الحربيه، استفيد ازاي من شركات زي كده في هذا المعرض في نسخته الاولى؟ نفس الكلام، تصنيع بعض اجزاء الطائرات، مش هقول نصنع الطائره كلها، بعض اجزاء الطائرات والعمارات وايضا الصيانه. دي نقط مهمه جدا. الطائرات دي بدل ما انا اعمل صيانه بالكامل بره مصر، لا، ممكن جزء من الصيانه اعملها هنا، جزء من التدريب اعمله هنا. عندنا محاكيات سيميليتورز في الطيران المدني موجوده هنا، ومراكز تدريب تحت مظله وزاره الطيران المدني. المراكز دي سواء تدريب وصيانه ومحاكيات تناظر المعايير العالميه، فانا كده بخفض عمله صعبه على موازنه الدوله. والنقطه الثانيه، بجيب عمله صعبه لانه بيتمرنوا عندي من دول افريقيه وعربيه بيجوا عندي. يعني النقطه ان انا بستفيد من اتجاهين، تخفيض الموازنه، الحمل على الموازنه من العمله الصعبه، وايضا ان انا بدخل عمله صعبه. النقطه المهمه قوي توطين التكنولوجيا، يعني صحيح. ما يبقى زي الهيئه العربيه للتصنيع عنده مدرسه بتعمل على تاهيل وتدريب الفنيين والمهندسين بمعايير عالميه، بيدرس فيها على فكره من فرنسا بعض المدرسين اضافه للمصريين. توطين التكنولوجيا في الانسان نفسه دي نقطه انا شايف ده مكسب لا يقدر بثمن. برضو وضع مصر على خريطه المعارض العالميه صحيح، وبشوف بقت العالمين دي ايقونه البحر المتوسط. ده حقيقي. طب بخصوص التكنولوجيا حضرتك بتتكلم عنها، النهارده الطائرات بدون طيار، الدرونز، هي الشكل الحديث، الشكل بتاع القرن الحادي والعشرين في الطائرات. احنا بالتاكيد في يعني تطور في ده في ظل المعرض، تعليق حضرتك؟ ده من قبل المعرض كمان، من فتره طويله، واحنا عندنا صناعه الطائرات بدون طيار ابتدت تتطور. شفنا في معرض ايدكس حتى اللي فات بالزبط. الطائره 30 يونيو على سبيل المثال وليس الحصر، فاحنا بنصنع طائرات بدون طيار، ودي نقطه مهمه جدا وبتكنولوجيا عاليه وبمعايير عالميه، وان شاء الله باذن الله في المستقبل هتلاقي فيه تسويق للمنتجات المصريه. طائرات بدون طيار اهميتها انها الحقيقه عامل مهم جدا في خفض التكلفه، والاقتصاد في القوه ده اهم مبدا من مبادئ الحرب. وصل طيارات بتوصل 30 ساعه طيران متواصل، استطلاع مسلح، فهي بتستطلع وفي نفس الوقت ممكن اطرح مباشره. أيه.
وشفنا الكلام ده في مسرح العمليات الاوكراني ومسرح عمليات الشرق الاوسط. الاضافه المهمه جدا جدا سؤال حضرتك مهم قوي، وهو وصلنا الى صناعه منظومات لمواجهه الطائرات بدون طيار. ومنظومات المواجهه دي قليله في العالم ومش فاعله بشكل كبير جدا حتى في امريكا. فاحنا وصلنا ان احنا نصنع هذه المنظومات، لان الطائرات دي ساعات بتبقى في ايد جماعات ارهابيه. فلازم عندي هذه المنظومات، وهي منظومات معقده وفعاليتها الحقيقه في العالم ما هيش كبيره حتى الان حتى في الدول العظمى. فكنا اخوض في هذا المجال متوازيا مع صناعه الطائرات بدون طيار، انا شايف ان انا كده بسبق العالم كله في هذه الصناعه وبايد مصريه، لان الاثنين لازم يمشوا في مسارات متوازيه، الصناعه والمواجهه للطيارات بدون طيار. طيب امبارح كمان سياده الرئيس تفقد اجنحه ومعروضات الشركات المشاركه في المعرض. سيد الرئيس في الحقيقه مهتم جدا بالطيران والفضاء، حابين نعرف عن الجزء ده اكتر والدور الايجابي. حضرتك اتكلمت يمكن عن اعاده مش تصنيع هنا، لكن يعني تصليح، خليني اقول الصيانه بالظبط والعمارات دي مهمه قوي، يعني سؤال حضرتك مهم جدا. هو ايه تاني ايجابي يا فندم من المعرض ده كمان؟ خلي بال حضرتك الصيانه والعمارات دي توقف اي سلاح وتوقف اي شركه طيران. اكيد اكيد نسبه الصلاحيه في الطيارات لازم تكون عاليه وبمعايير عالميه تجيب من الصيانه، ودي نقطه متوفره الحمد لله. طبعا السيد الرئيس الحقيقه رحب بالشركات المصنعه، يمكن منهم شركه صينيه يمكن اثاروا يعني السيد الرئيس يوقع لهم على دليل الزائرين واوتوجراف، شركات تانية إماراتية مرحب بيها، شركات سعودية، كلها الحقيقة مصر بتحتضن الشركات دي بحيث يبقى فيه منتجات كتيرة جدا معروضة وفي تنافس. المجال ده فيه تنافس شرس على فكرة. من الحاجات المهمة اللي بانت قوي، وأول مرة الصين تعرض في معرض طيران وتقوم بعرض جوي، كان في طيارة نقل عسكري وعملت عرض ممتاز جدا. أيوة صحيح، شركة داسو عملت عرض بالرافال، ودي كانت حقيقة نقطة سابقة يعني انها تشترك في المعرض ده بشكل كبير، ويمكن السيد الرئيس رحب بيهم. من الشركات الحقيقة اللي تعاون بيننا وبين مصر وقت الجوية عالي قوي يعني، وبيثقوا جدا صحيح في الخبرات المصرية. هو العروض الجوية يمكن كانت من أبرز الحاجات اللي كانت في هذا المعرض، وده شق تاني، شق تسويق سياحي للمعرض بنسختين، بنسخة ان احنا بنقول للعالم ان احنا عندنا صناعات دفاعية قوية وبنستهدف اسواق جديدة، وفي نفس الوقت بنقول ان العالمين ضرة البحر المتوسط وفيها عروض جوية. واعتقد دي كانت ابهرت كل الناس اللي موجودة في الساحل الشمالي، لان يعني مكان عرض الطيارات ما كانش مقتصر بس على المعرض ده، كان في السماء والناس كلها كانت شايفاه. يعني هنستعرض مع حضرتك الكلام ده بالتفصيل، اكيد هتنورنا اللي هو دكتور طيار هشام الحلبي مستشار الاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه. نورتنا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. اكيد هنكمل كلام عن المعرض في النهارده وبكره كمان اكيد. ولو انتقلنا الموضوع تاني يا مصطفى، يمكن اتكلمنا عنه في بدايه الحلقه النهارده، خليني اقول انه كل سنه وحضراتكم طيبين، انه بدايه عام دراسي جديد، وكل اسره يمكن مع بدايه العام الدراسي الجديد بتفضل تفكر في الميزانية بتاعت المدارس، خاصة الناس اللي عندهم 2 و3 طلاب في المدارس، يعني بتبقى بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا جدا على كل أسرة، وأكيد بيبقى يعني عبء على كل أسرة الوقت إنهم بيقدروا يفكروا إزاي يعملوا ميزانية زبط بسيطة لشراء أكبر قدر يمكن من مستلزمات المدرسة. في المقابل بتلاقي ناس كتيرة بيفضلوا يفكروا إزاي يستخدموا مستلزمات يعني بتاعت السنين اللي فاتت عشان يقدروا إن هم يوفروا في حال تواجدها، أكيد لأن أنت عارف أكيد الأطفال بيضيعوا. وإحنا كنا كده، أنا كنت كده، أنا كمان. المستلزمات اللي اتكلمت عليها بسنت بتتلخص في ايه؟ بتتلخص في الشنطه، في الكوتشي، في اللبس، في اللانش بوكس، اللانش بوكس، في الادوات المدرسيه، القلم والكراسه وخلافه. طب في ظل ارتفاع الاسعار ازاي نعمل ميزانيه؟ ازاي اوفر ده لو انا عندي طفل واثنين وثلاثه؟ الموضوع هيبقى مضروب في 1 و2 و3. ازاي احكم الميزانيه دي؟ ازاي استخدم مستلزمات السنين اللي فاتت او اعيد تدويرها بشكل؟ ده اللي هنعرفه من خلال ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، دكتورة رضوى حمزه، استشاري اداره مؤسسات الاسره والطفوله بجامعه حلوان. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك.
ازاي نعمل ميزانيه بسيطه نتجنب بيها قصه ارتفاع الاسعار؟ ازاي اعيد تدوير الاشياء الخاصه بالمدرسه؟ حضرتك عارفه ان المدرسه دخولها يعني بلق او كتله كده من الايه الفلوس بالنسبه لاي رب اسره. ازاي بقى افند بقى الكلام ده ويعني اخد من اللي فات وابني عليه عليك؟ في الحقيقه زي ما حضرتك قلت احنا مش عاوزينها تبقى عبء. احنا عاوزين نبقى مخططين لميزانيه المدرسه من قبل ميعاد المدرسه بفتره. كويس. طب انا ما خططتش اعمل ايه؟ خلاص هبتدي ان انا اقوم جايبه الحاجات اللي عندي اجردها، اشوف المبلغ المالي اللي معايا متوفر اللي هو اقدر اوفر احتياجات المدرسه لمده شهر. يعني انا لو مش مخطط من فتره عشان ما يبقاش عبء عليا مبلغ مالي كبير، انا بخطط للاحتياجات المدرسيه لمده شهر واحد فقط. كويس. ليه؟ لان انا هيظهر عندي طوارئ، هيظهر متطلبات اخرى، الولد ممكن في حاجات تتلف منه، في حاجات موجوده زي ما حضرتك ما قلت والاستاذه بسنت من السنه اللي فاتت اقدر ان انا اعيد تدويرها. لازم اول حاجه احدد المبلغ المالي اللي انا مخصصاه لنفقات المدرسه بحيث ما يسببش عبء على الاسره. طيب خصصت المبلغ المالي، ابتدي ان انا اشوف بقى اجرد الاحتياجات اللي عندي، الحاجات اللي عندي مستلزمات المدرسه من السنه اللي فاتت، شنطه قديمه تتغسل تتظبط، كوتشي، لو في حاجه عاوزه تتصلح تصليحات بسيطه هتتصلح، ازاي المدرسه طبعا لو اكيد في فصول اللي هي فصول النقل اللي هي اصلا ما تتغيرش من اول اولى ابتدائي، ابتدي ان انا اشوف اقيسها على ابني مظبوطه الدنيا تمام، ابتدي ان انا كراسات قديمه استخدمها تاني. ودي نقطه يعني انا بناشد فيها المدارس بعد اذنكم بلاش حددوا لاولياء الامور عاوزين كشكول 100 ورقه كشكول. حضرتك عارف ان الطفل بيتحرك كتير جدا، والاصل لو جبت له ال 80 ورقه او ال 100 ورقه هتتلف قبل ما يخلص الكشكول نفسه. فيش مانع ان انا استخدم الكشاكيل والاقلام اللي موجوده معايا السنه اللي فاتت. حضرتك يعني كده نداء للمدارس في موضوع السبلايز، ونقول لهم كده يعني بعض المدارس تتقي ربنا في قصه ان هم بيغالوا جدا في قائمه الـ وخصوصا طبعا لو انت عندك طفل او اثنين او ثلاثه في المدرسه الموضوع بيبقى، وفي حاجات ما بتستخدمش بالفعل. بالظبط، يعني انا بحدد الاحتياجات الضروريه جدا جدا اللي هو تستقيم بها العمليه التعليميه. على الاقل معاه الكراسه، معاه الكتب بتاعته، مع الاقلام اللي معاه، ما حددلوش نوع معين، هو رب الاسره هو حر عاوز يجيب نوع معين بجوده معينه بسعر معين زي ما هو محب. طيب انا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك حددت المبلغ المالي وشفت انا عندي ايه، ابتدي ان انا اشوف بقى احتياجاتي ايه. طيب وانا بشوف احتياجاتي، طبعا احنا عارفين الاحتياجات المدرسيه مين بيدخل معايا؟ ابني فيها، لان هو اللي هيستخدمها. لازم ابقى قاعده مع ابني في حوار لطيف بيني وبين ابني، ان انا انت محتاج ايه؟ واحد اتنين تلاته. لازم اعلمه فن ترتيب الاولويات، ايه اللي لازم نجيبه الشهر ده؟ طب بص احنا هنجيب واحد اتنين وهنأجل ده للشهر الجاي لحد ما نشوف احنا هنحتاجه ولا لا. خلينا نقسم كمان حضرتك ايه هي الاساسيات وايه هي الكماليات. النهارده انا مثلا لسه ابني هيدخل مدرسه، يعني اول سنه لي، ايه الحاجه اللي اجيبها له دلوقتي بس يعني كويسه، كواليتي كويسه قوي، جوده كويسه قوي عشان تكمل معاه، ما يجيش يقول لي السنه الجايه انا عايز شنطه جديده، لا هي الشنطه دي مكمله معاك، اللانش بوكس ده مكمل معاك، الزمزميه دي مكمله معاك. ايه الحاجات الاساسيه تكمل معانا وايه الكماليات؟ زي ما حضرتك ما قلت اللانش بوكس لازم اختار افضل نوع واللي هو المحكم الغلق، لان طبعا انا بدل ما الولاد ما بيحط فيه الاكل وتلاقي الاكل يجي على الكراسات والكتب، لا انا لازم اختار افضل نوع محكم الغلق. بالنسبه لي الشنط طبعا الشنطه اللي هي لازم تكون متينه، الشنطه نفسها بتكون عريضه عشان ما اللي هو الحزام بتاع الشنطه عشان يستحمل، ما يبقاش الجزء المخصص اللي هو مثقل على كتف الطفل يبقى مساحته كبيره ما يبقاش مرهق. الحذاء نفسه ده مهم جدا جدا، وبيقعد طبعا فترات طويله في المدرسه وبيلعب، لازم حذاء متين وحذاء جيد ومريح، دي نقطة برضو مهمة. زي ما حضرتك ما قلتي الزمزمية لازم تكون طبعا معزولة وتكون بشكل جيد، ويكون دايما للطفل احنا نديله خيارات ان هو يقدر يشيلها كده على كتفه او ان هو يحطها في الشنطة في ليها مكان معين. يعني مهم قوي ان انا اريح ابني في الاحتياجات زي ما حضرتك قلتي الاساسية.
الشنطه الزمزميه اللانش بوكس اللي بيروح بيه المدرسه الحذاء دي حاجات اساسيه. طيب بالنسبه بقى للكماليات انا مش عاوزه اولياء الامور يشتروا الحاجات اللي هي ذات جوده عاليه. احنا عارفين كلنا معظمنا خصوصا لما يكون الطفل لسه اول مره يدخل مدرسه ما بيبقاش عارف ازاي ان هو يحافظ شويه على احتياجاته. فانا ما جيش من اول اسبوع وهو لسه بيتعود على المدرسه ما جيبلوش حاجات عاليه قوي وفي الاخر يجي من غيرها اصلا. فمهم قوي ان انا اجيب حاجات جوده متوسطه وبكميه قليله بحيث ان انا اعلمه ازاي يحافظ على حاجته. هنا مكان الكراسات، هنا مكان الكتب، هنا مكان المقلمه بتاعتك، هتحط الاقلام بشكل معين عشان ما تبهدلش الشنطه بتاعتك لحد ما يتعود ويعرف ازاي ان هو يقدر قيمه الاشياء. طيب ده بالنسبه لكده. فن اعاده التدوير اعتقد ان ده بتبرع فيه الست المصري، يعني هي تاخد دكتوراه لو قارناها باي ايه ست في العالم العربي. تعمل ايه؟ احنا هنقول اعاده التدوير. طيب لو اتكلمنا مثلا عن اعاده لبس المدرسه مثلا، لبس المدرسه خصوصا البنات، الحاجات التطريز، الحاجات الاكسسوري البسيطه قوي، لو عملنا لو احنا عندي زي من السنه اللي فاتت اعمل له تجديد بسيط، يعني توكه مثلا هنا، الحاجات اللي هي الاكسسوري اللي بتتجاب. وطبعا احنا اليوتيوب ما خلاش، يعني افكار كتيره جدا جدا في تجديد زي المدرسه. كذلك برضو الكراسات والاحذيه، برضو في تطريزات بتبقى بسيطه قوي بتبقى جميله في الاحذيه، بتدي حتى ممكن نشارك ولادنا فيها، تبقى تطريزات بسيطه. في حاجات بتتلزق فسهل جدا والله، هي غسله كده في الغساله يرجعها جديده تاني، هي غسله وشويه تطريزات، يعني حاجات حتى لو البنت بتبقى معايا ومشاركه للموضوع بيبقى الموضوع فيه حب وفيه اريحيه، يبقى ريحت الطفل. ما قلتلوش ان انا مش هجيب لك، بس في نفس الوقت عملت نوع من انواع السعاده. بالظبط بالظبط. ممكن اعمل ايه تاني يا دكتور؟ يعني زي ما احنا قلنا حضرتك، الاحذيه زي الكراسات نفسها نقدر نعمل لها اعاده تدوير. حتى لو انا لقيت الكراسات زي ما قلت حضرتك بيبقى الاطفال برضو استهلاكهم غير الكبار، ما بيقدروش يحافظوا قوي على الكراسات. مهم قوي ان انا اجيب لهم اللي هو الكراسات اللي هي تكون الورق بتاعها سميك، لان طبعا مجرد ايد الطفل بتعرق ومجرد ما بيكتب فيها مره بتتبهدل منه او بتتنى منه. فمهم قوي ان يكون الورق نفسه يكون طب المعارض جيد. اللي عاملاها الدوله اهلا مدارس الفجاله، الحاجات دي تنصحي بيها ازاي الاسره المصريه تشتري منها ايه؟ ايه اللي موجود بشكل كبير، ايه اللي مش موجود؟ يعني انا طبعا كل إيه؟ حاجه انا شخصيا اشتريت لاولادي من معارض اهلا، وفي معارض اللي هي مبادره كلنا واحد. المبادرات دي ممتازه جدا، كل حاجه موجوده. بالمناسبه لقيت فيها كمان كتب خارجيه مستعمله وباسعار مخفضه جدا، فده نقدر برضو نستعين بيه بشكل جيد. يعني طيب ازاي النهارده ابني عند ابني او بنتي فكره ان هم يحافظوا على حاجتهم؟ انا اقول لك على حاجه بصراحه، انا وانا صغيره ما كنتش عارفه امتى الحاجه مثلا، او يعني ما طبيعي طفله يعني، وكنت بضيع حاجتي على طول، وده كان غلط. انا كان عندي فكره ايه هجيب غيرها النهارده، بس انا على ايامي انا الحاجه كانت يعني كانت رخيصه، كانت يعني طبيعي. النهارده لا، في مغالاه في حتى طلبات، لان زمان الحياه كانت بسيطه، يعني حتى ما كانش في المدرسه ما كانتش تقول لك والله لازم الكراسه تبقى جامبو 360 صفحه، ولا لازم، لا كانت الكراسه عاديه بنجيبها وبسيطه، ما فيش مغالاه، ما فيش طلبات كتير من الناس عامه. فالنهارده ازاي اعلم ابني او بنتي ان هم ما يقعوش في الحته دي، او ان هم يحافظوا على حاجتهم؟ الزمزميه حافظ عليها لان دي حاجه هتفضل معاك كتير، الشنطه نفس الحاجه، الجزمه ما تقعدش توسخها او تبهدلها عشان خاطر هتفضل معاك السنين الجايه. اعمل ده ازاي؟ ازرع في ولادي ده ازاي؟ دي حاجه مهمه قوي يمكن اولياء الامور عايزين يوصلوا لها مع اولادهم. اول حاجه زي ما حضرتك قلتي، عاوز ازرع قيمه لابد من حاجتين، ان انا اقعد الح على نفس القيمه بالكلام، ما نزهقش، ما نقولش خلاص هو مش مرتب ومش منظم واستسلم. الحاجه الثانيه انا اطبق معاه واساعده، يعني احنا برضو احنا زي ما حضرتك ما قلتي طفل اول مره يدخل المدرسه، اعوده ده مكان الزمزميه، ده مكان اللانش بوكس، تقفله ازاي وتفتحه ازاي، اعوده من وانا في البيت. طيب ده مكان الكراسات، خلصت حطها مكانها، اي حاجه هتتلف هتتقسم من مصروفك، خلي بالك من حاجتك، اجي كل يوم وهو راجع من المدرسه افتح شنطته واتفرج انا عليها، تعالى بقى انا مش هديته التنبيهات الصبح وهو راجع، ليه ده مش محطوط في مكانه؟ فين الاقلام بتاعتك؟ طب القلم ده ساعات احنا بنلاقي الولاد جايبين اقلام مش بتاعتهم اصلا وبالغلط طبعا، رجعوا يعني رجعوا يا حبيبي عيب كده. بالظبط. يعني انت الاقلام دي انت يقول لي انا ما اخدتش بالي، لا لازم تاخد بالك من حاجتك، حاجتك موجوده في مكان معين وما تغيرهاش، مكان المقلمه هو ثابت،
مكان الكراسات ثابت، انا بثبت له الاماكن بحيث ان هو يمشي زي روتين حافظ خلاص، هو بياخد على نفس السيستم. ادي مكان المناديل، كوتش بتاعك اتبهدل امسحه، ما تجيش متبهدل، اعدل لبسك طول الوقت. انا لو ضيع حاجه بقى باك تو بيسكس بقى، لو انت ضيعت اللانش بوكس كيس بقى، هتاخد كيس معاك وانت رايح المدرسه لحد ما تحوش من مصروفك ونشتري غيرها. لكن لازم يشعر بقيمه الاشياء، ولازم حلوة دي. انا الحلوه دي فندم المداومه يعني انا مش كأم اجي في يوم ادي التعليمات وخلاص خلصت، لا انا عشان اغرس قيمه لازم يتعود. هو هتلاقيه اوتوماتيك، معلش هتتعبي اول شهر، اوتوماتيك هو حافظ كراسات ومكانها فين. ما تحطش الكراسات وهي متنيه بالزبط. افرد كراستك قبل ما تحطها جوه الشنطه. لو هو عمل كده برضو ان انا لازم اديله برضو ثواب، ما يبقاش طول الوقت احنا بنعاقب وبنخصم من المصروف. لا برافو عليك، انا بيعجبني فيك انك انت محافظ على حاجتك. لا اجيب له هديه حتى لو بسيطه، لو برايه شكلها حلو، لو حاجه هو بيحبها كمان. مش شرط بقى مش هندخله كله مدارس، حتى نوع من انواع المكافآت اللي هو بيحبها. صحيح. عاوز يروح مثلا مكان معين اخرجه وهكذا. صحيح. شكرا لك، بالتاكيد نصايح مهمه جدا يعني كل الاسر المصريه محتاجاها في التوقيت ده، وخصوصا مع ارتفاع الاسعار. اعتقد ان هي روشيتا قالتها لنا الدكتوره روضه حمزه ابو الفضل استشاري اداره مؤسسات الاسره والطفوله في جامعه حلوان. شكرا لك يا دكتوره. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل اخر فقره في حلقتنا، فخليكم معانا ومتابعينا. مرحبا بحضراتكم من جديد. في الحقيقة من سنين وعقود طويلة جدا مصر بتلعب دور مهم ومحوري وأساسي في دعم القضية الفلسطينية. شوف كده من حرب 48 الجيش المصري كان بيعمل ايه، من بعديها مع الزعيم جمال عبد الناصر مين عمل منظمة التحرير الفلسطينية، مين أيد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة في كل المحافل الدولية، من راح قدام الأمم المتحدة واتكلم على فلسطين كان الزعيم عبد الناصر 61 تحديدا، مين اللي اتكلم وقال ان فلسطين ستبقى حره وان الدعم المصري لن يقف ابدا تجاه هذه القضيه. الدور المصري مش بس تاريخي لكنه ايضا دور مستمر بقوه رغم كل التحديات والمزاعم الاسرائيليه اللي بتحاول تعطل جهود مصر في تحقيق السلام. اتهامات باطله للدور المصري، محاولات اسرائيليه علشان تضلل الراي العام العالمي وتستغل الابواق اليهوديه والصهيونيه في العالم كله من اجل الترويج لهذه المزاعم. بالرغم من كل ده مصر ثابته على موقفها وبتواجه التحديات دي باصرار، مستمره في دورها كصوت قوي دفاعا عن فلسطين، ده غير سعيها الدائم للحفاظ على الامن واستقرار المنطقه بشكل عام. خلونا نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. معانا منورنا في الاستوديو ضيفنا الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. اهلا بيك. في محاولات اسرائيليه وادعاءات باطله طول الوقت، ومحاولات زج باسم مصر في تصريحات طول الوقت من نتنياهو، ومصر اعلنت غضبها من هذه التصريحات. خلينا نتكلم عن محاولات اسرائيليه في تعطيل وقف النار في غزه ومصلحتها ايه بشكل واضح. يعني خلينا النهارده نتكلم عن المصلحه الرئيسيه من تعطيل اتفاقيه لوقف النار. طيب خلينا نشوف نلخص الامور زي ما حضرتك طلبت كده بشكل ايه، معادلات رياضيه. واحد، بنيامين نتنياهو رئيس الحكومه الاسرائيليه يدرك تماما انه مدان سياسيا على المستوى الذي رايناه وراه المجتمع الاسرائيلي في اعقاب 7 من اكتوبر الماضي، ويدرك تماما ان وقف الحرب في اي مرحله يعني محاكمته السياسيه، ويعني ايضا انتهاء حياته السياسيه بحكم انه عاد يعني يقترب من 80 من العمر، وبالتالي هو في الجولة الأخيرة من حياته السياسية بحكم السن يعني. وبالتالي بداية الحرب أو قرار الحرب على غزة، نتنياهو أعلن وقال أننا سوف نقضي على حماس وسوف نستعيد الأسرى. خلال 10 أشهر ويزيد لا قدر يقضي على حماس ولا قدر يسترد الأسرى. وانا استدرك واقول بس هو حماس لم يعني يستطع القضاء على حماس، مش لان حماس قوي او لانه كيان كبير، لا هو حماس ليس كيان بقدر ما هي فكره، والفكره
لمن يعني يرتبط بحماس او لا يرتبط، هي واحده، هي فكره رفض الاحتلال الاسرائيلي هذه للاراضي العربيه المحتله. هذه الفكره في وجدان كل فلسطيني منتمي لحماس او غير منتمي. حماس هي قوه سياسيه من ضمن قوى سياسيه كثيره لها ارضيات في الشارع الفلسطيني، ولكن كل الشارع الفلسطيني، كل الفلسطينيين في الشتات يدركون او يؤمنون في وجدانهم انهم يرفضون الاحتلال الاسرائيلي. ومن هنا لن يستطيع الاخ نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل محو هذه الفكره من القلوب. احنا شفنا طفل في جنين ماسك كاسيت وماشي بيه في الشارع يغني ضد الاحتلال، طفل صغير. يعني ما هو ده ردا على يعني ادراكه الغير عقلاني للامور. هو اكتر واحد مدرك انه هو ينصب سركا للعب على كل الاطراف. نتنياهو من اكتر السياسيين الاسرائيليين حاليا احترافا للسياسه، وبالتالي هو سابق الجميع، هو يتوافق مع بعض الوزراء المتطرفين لتقوية ائتلافه الحاكم. هو يدرك تماما أنه أن وراءه قطاعات كبيرة من الشعب الإسرائيلي المتشدد. نحن نتابع كمحللين أن نتنياهو يقابل بمظاهرات من أهالي الأسرى والمحتجزين، ولكن هناك رأي عام أكبر يدعمه في هذه الممارسات الإجرامية. ولكن دعيني أقول بشكل واضح أنني أرى أن النهج الذي ينتهجه رئيس وزراء إسرائيل وتدعمه الأغلبية الشعبية من أهالي إسرائيل أو من الشعب الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية لابد أن لا تغيب عنا أنها داعم رئيسي، بتمضي في سبيل التطرف ومزيد من الدماء. طب ولماذا يعلق دائما أخطائه على شماعة مصر؟ يعني أول مرة نشوف أن في إجماع في المنطقة كلها، عربي قطري وسعودي وكل الدول العربية تتحدث أنها تدعم وجهة النظر المصرية فيما يتعلق بهذا الأمر. لماذا يعلق نتنياهو دائما شماعة أخطائه على الجانب المصري رغم أنه فشل في استعادة الأسرى وفشل في القضاء على حركة حماس وفشل في كل المعارك السياسية التي يخوضها الآن؟ نعم، هو يمارس سياسة إضافة إلى السياسة، بمعنى أنه هناك مطالبات وهناك انتقادات من داخل الحكومة الإسرائيلية، من داخل المجتمع الإسرائيلي، من داخل المجتمع الأمريكي، من داخل دوائر صنع القرار في عدد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لدفعه إلى توقيع الصفقة بتاع التبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. هو يريد أن يلهي العالم بأمر آخر لكي يمضي في تنفيذ غيه، في أن يكون مخططه الإجرامي الذي يعتمد على حصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء على مزيد من التدمير، هو يريد أن يمضي إلى نهاية هذا السبيل ولا يدرك ما هي الخطوة التالية. يعني هو وصل إلى حد الحدود المصرية الإسرائيلية أو حدود فلسطين التاريخية مع مصر، ويدرك أن الحكومة المصرية والتي يعني أرى أنه ربما لا تبادر إعلاميا بالتحذيرات، ولكن هناك تحذيرات واضحة جدا من جانب الحكومة المصرية والإدارة المصرية أبلغت للجانب الإسرائيلي عبر وسيط، عبر بشكل مباشر وعبر الأمريكان، بأن مصر بالدرجة الأولى لن تتهاون قيد أنملة فيما يعد مساسا بالأمن القومي المصري. هذه واحدة. الأمر الآخر أن مصر لن تتخلى قيد أنملة أيضا عن السعي نحو تحقيق وتأكيد المكاسب أو الحقوق الفلسطينية للشعب الفلسطيني وخاصة في غزة. ومن هنا أركز ما أقول أن نتنياهو يعني يمارس السياسة بهذه الأقوال التي يدرك أنها كاذبة. دعنا نتذكر أن الحكومة المصرية ومنذ العام 2014 و18 منعت إلى حد كبير كافة المحاولات التي كانت تتم لتهريب الأمور الحياتية لأهالي غزة عبر الأنفاق، والتي كانت تصل تذكر العملية نصر، العملية الشاملة وكل العمليات العسكرية. وبالتالي لا يمكن بشكل لوجستي أن يتم خروج أي شيء من مصر إلى اتجاه الآخر. ومن هنا نستطيع أن نقول أنه هو أكثر واحد يدرك، هو مضى على وجوده قوات إسرائيلية في قطاع في محور فيلادلفيا، الخط الفاصل بين غزة ومصر، أكثر من 50 يوم أو 40 يوم، أكثر من 40 يوم، ما يقرب من 50 يوم. إذا لديه دليل قوي واضح على أنه هناك عمليات تهريب، كان طلع
هنطلعها بالظبط. انما انت 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 يعني الانتقادات لمسلك وتبريرات وكلام واتهام نتنياهو لمصر قوبل بانتقاد وربما يقال انه سب وقصف في حقه من جانب رموز المجتمع الاسرائيلي ذاته، تابع الاعلام الاسرائيلي، هم يقولون ان هذا الرجل يكذب علينا لانه هو من ايد الانسحاب من محور فيلادلفيا قبل 16 عام عندما قرر شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي في ذات الوقت في ذلك الوقت الخروج من غزه في اطار احادي او بشكل احادي، ونتنياهو كان عضوا في الكنيست وايد الخروج من فيلادلفيا. وبالتالي هل رفض مصر تهجير الفلسطينيين لداخل الاراضي المصريه داخل سيناء بالتحديد، هل ده اللي خلاه يتكلم بالطريقه دي وعشان كده عايز يعقد اجتماع، او ليه عايز يعقد اجتماع داخل محور فيلادلفيا؟ ما هو ده حضرتك يعني اعتينا الى النقطه الاولى في هذه القضيه والنقطه المهمه ان مصر كانت حجر عثره في المخطط الجهنمي الذي كان يخطط له رئيس الوزراء الإسرائيلي وبعض قادة إسرائيل على مدى عقود في أن يتم إحداث نوع من الدفع القوي العسكري تحت تهديد السلاح للفلسطينيين للهجرة القسرية إلى قطاع غزة باعتبار أن غزة مزدحمة وسيناء ما عرفش إيه. ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية هذه الأزمة وعند أول استقبال له لوزير الخارجية الأمريكي أصر الرئيس على أن يعني يبلغ الوزير الخارجية الأمريكي بالموقف المصري، وكان موقفا غير معتاد من رئيس الجمهورية أن يكون لقاؤه الأول بوزير الخارجية مزعل الهواء مباشرة. لم نراها يأتي وزير خارجية يلتقي الرئيس يخرج بيان أو لا، الرئيس السيسي كان حريصا على أن يأتي أمرا لم يكن معهودا. أنا لا أخفي شيئا لا مش كده وبس، هو الرسالة كانت واضحة للجميع أنه لا مجال لعملية قبول مصر تحت أي زعم بتهجير قصر الفلسطيني في سيناء. الرئيس كان حريصا على أن يوجز يعني ملامح الأزمة وملامح التعنت الإسرائيلي وملامح الحسابات التي سبقت هذه الأزمة. وقال الرئيس يومها أن الخمس سنوات الماضية شهدت سقوط قد إيه من الضحايا هنا وهنا وهنا، وأعاد ربط هذا الكلام بضرورة أن يكون هناك حل سياسي لهذه الأزمة لأن الحل الأمني لن يؤدي إلى شيء. وأكد الرئيس يومها وهذا الكلام كله على الهواء مباشرة أن الحل السياسي حل الدولتين هو الحل الأمثل والحل لكن الأضمن. لكن نتنياهو لسه عارض خريطة حل الدولتين، عارض خريطة بدون الضفة الغربية وبدون غزة. طبيعي بدون الضفة يعني الغربية. بدون الضفة الغربية وبدون غزة. هو يعني دي الخريطة ده الفكر النهاردة. تعنت إسرائيلي بشكل واضح مش بس لوقف إطلاق النار، لا كمان لحل الدولتين اللي العالم كله بينشد بيه. نعم، هو نتنياهو يعني بالأساس الأفكار المنطقية والحلول المنطقية ليس بالضرورة أن يؤمن بها نتنياهو. نتنياهو يرأس حكومة إسرائيلية، هو بطبعه شخص متطرف سياسيا صحيح، وشخص يعتنق الفكر المتطرف ويتوازى أو يتوافق مع رموز قوى متطرفين للغاية. وبالتالي مش منطقي أو مش منتظر، ولكن الجهات أو ربما الكيانات والدول العاقلة في العالم تدرك وجهة النظر المصرية وأن الحل السياسي هو الحل الأنجح، يقبل به نتنياهو أو لا يقبل، ولكن هذا الأمر لابد أن نخاطب به أو لابد أن يدرك المواطن الإسرائيلي اللي هو بيضغط لصالح الحكومة أو يمنحها الاستمرار أو عدمه أن هذا هو الحل. ودعينا مظاهرات والإضراب كمان. نعم، يعني المظاهرات الإسرائيلية اللي يعني بتضغط بشكل قوي على الحكومة، خليني أقول هل تأثيرها واضح دلوقتي؟ هو عشان نقرأ المظاهرات كويس قوي، هي المظاهرات في مجملها مظاهرات لإحداث أو لضغط على نتنياهو لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار وإعادة الأسر. ولكن الجموع هناك يعني أنت عشان توقف إطلاق النار لازم تتوصل لاتفاق، والاتفاق حجر العثرة الأساسي في محور فيلادلفيا ومحور نتسريم. هو يريد أن يبقى في منتصف غزة حتى يفصل ما بين الشمال والجنوب، ويريد أن يبقى في نهاية غزة حتى يفصل ما بين الجنوب والجانب المصري. تفتكر لأي مدى يمكن أن يفاوض في هذا الأمر؟
شوف هو تحليلك انت تحليل منطقي. أيوة. ولكن نتنياهو دعني اقول لا يفكر بمنطقي واتزيد لا اتزيد اقول انه نتنياهو في النهايه سوف ينسحب من محور فيلادلفيا. وزير دفاع اسرائيلي يرى انه لا فائده من التواجد هنا. ولكن هو يعني نتنياهو يمارس او يجسد الشخصيه المماطله عندما تتحدث مع شخص على تفاوض على امر ما فانه يعني امريكا تضغط يعني والجانب اللي مش عارف بيعمل نوع من الرعب بيفاصل. أيوة. يعني تيجي تقول له عايزين صفقه وعايزين 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 يقول لك لا ما انا مش همشي من فيلادلفيا يا عم فيلادلفيا انت يعني كان بديفيد ما تنفعش دي منطقه جيم بالنسبه لي في هنا تحوطات وفي تحذيرات. أيوة. من الدوله المصريه بان الوجود الاسرائيلي في هذه المنطقه بهذا الكثافه بهذه الكثافه من القوات يعني يهدد أن تقوم مصر بإعادة النظر في اتفاقيات صحيح. تربطها بإسرائيل. صحيح. هذا الكلام واضح ما فيش فيه هزار. والدولة المصرية لا تهادن في المسألة المتعلقة بالأمن القومي المصري وواضحة للأمريكان وللفلسطينيين. هناك لجان تنسيق عسكرية مصرية إسرائيلية وفق المعاهدة. هذه التحذيرات واصلة منذ بداية هذه الأزمة. أيضا لدى الأمريكان وهم الوالي الطبيعي لإسرائيل لديهم تحذيرات واضحة من جانب الإدارة المصرية وبشكل محدد. ودعنا نرى بشكل بانورامي سريع أنه مش في كل الأزمة كانت تصرفات مصر على مزاج أو على هوى الإدارة الأمريكية ولا الإدارة الإسرائيلية. ومن هنا مصر يعني ليست كما يريدها نتنياهو يريدها أن تكون طرفا لأنه يعتقد أنها طرفا ولكن هي مصر وسيط للتثبيت أو لتثبيت الحقوق الفلسطينية بحكم حاجات كتيرة جدا انت اشرت في بداية مقدمتك الى الدور اللي بتقوم به مصر من بداية هذه القضية من الاربعينيات او اخر الاربعينيات 48 وما تلاها. وحتى الان مصر دولة محورية مصر دولة كبرى مصر لن تكون التي يريدها نتنياهو فانها تعود الى الوراء. ويعني تعمق في الرد الذي اذاعته وزارة الخارجية المصرية هو رد في حدود ما قاله نتنياهو لم يعني يكن. طب واللهجات في البيان القطري والبيان السعودي يعني انا شايف انها بقى كلها تفند انا اعول على الجانب المصري او الرد الفعل المصري المدروس الذي كان يضع الامور في نطاقها. اعتبرت ان هناك يعني خروج في لفظ واحد نبهته عليها الدولة المصرية ولكن في كثير من الامور يمكن ان تقال. ربما رد الفعل القطري رد الفعل السعودي رد الفعل الاردني كان متجاوزا لكثير من الامور. صحيح. ومواجها للرئيس الوزراء الاسرائيلي بكثير من النواقص. ولكن انا اعول على رد الفعل المصري الذي كان في حدوده لان هناك كثير يمكن ان يقال من الجانب المصري عندما يكون هناك مجال لان نقول ما نريد. يعني دور مصر تاريخي في الوقوف بجانب القضية الفلسطينية وإحنا طول الوقت بالنسبة لنا دي يعني حاجة مش محور حتى للنقاش. والنهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني أمن وأمان مصر بالنسبة له ده خط مش أحمر يعني ده حاجة مستحيل المساس بها. نشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار بشكرك يا فندم على وجودك معنا كل الشكر. شكرا جزيلا لك استاذ محمد. وبكده مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد مع فريق عمل اخر. بصبح عليكم جميعا صباح الفل عليكم جميعا وصباح الخير يا مصر.